بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزة الطالب في أكاديمية مدرسة معمار الدولية، اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى راح نحل تمارين ومسائل لدرسنا اللي هو بعنوان القطع اللي هو عندنا الناقص. هلا السؤال الأول بيقول إنه جد معادلة القطع الناقص بكل مما يأتي، إذا في عندنا أيضا عدة حالات. إذا السؤال الأول بنحاول نناقش إن شاء الله كل حالة إذا بحالتها، إذا حتى إذا نحل إذا عندنا كل سؤال. هلا إذا ألف، إذا عندنا الحالة أو إذا عندنا فرع، إذا عندنا ألف، إذا عندنا ألف اللي هي تحكي لنا، بتقول لنا إنه رأسا النقطتان، إذا معطيني اللي هو عندنا الرأسين، إذا الرأسين رأسا النقطتان، إذا الرأسا، إذا عندنا النقطتين اللي هي 4 و1، إذا 4 و1، وإيش كمان إذا عزيز الطالب؟ اللي هو عندنا -2 و1، -2 و1، وكمان طول محوره الأصغر إذا 4 وحدات، إذا طول محوره الأصغر يعني 2 باء، إذا 2 باء ماذا يساوي؟ إذا يساوي اللي هو عندنا 4. هذا اللي هو عندنا. طبعا أول حاجة إذا بده إذا معادلة القطع، إذا بده معادلة القطع الناقص، إذا عزيز الطالب ما دام بده معادلة القطع الناقص، إذا بدنا نوجد إذا أول حاجة إذا النوع، إذا عندنا النوع الحل الآن. إذا نوع القطع، إذا بنلاحظ إذا الشيء المتغير هنا اللي هو الأحداث السيني، وبالتالي بده يكون نوعه، إذا بده يكون نوعه اللي هو عندنا سيني، إذا بده يكون نوعه إذا عندنا سيني. وعندنا كمان بحاجة، إذا بحاجة إلى المركز، إذا بحاجة إلى المركز. طبعا المركز الآن طبعا بده يقع إلى بين الرأسين، وبالتالي بقدر أوجد اللي هو عندنا المركز اللي هو عبارة تجمع السينات اللي هي إحداثيات منتصف قطعة مستقيمة اللي هي 4 زائد اللي هو عندنا -2 إذا على 2، وكمان إذا عندنا 1 زائد 1 إذا على اللي هو عندنا 2، وهذا بده يعطيني اللي هو عبارة عن 4 ناقص يعني 2 على 2 يعني 1 وكمان 1. هذا إذا عزيز الطالب بالنسبة لإيش عندنا، بالنسبة اللي هو عندنا بالنسبة إلى اللي هو عندنا المركز. هلا كمان معطينا رأساه، إذا ما دام معطينا رأساه إذا عزيز الطالب طبعا الآن لو بدي أرسمه إذا بهذه الصورة، إذا عندنا سيني، إذا هذا عندنا الرأس الأول، إذا عندنا الرأس الأول وهاي عندنا مثلا راء 2، وبالتالي إذا حكينا المركز بده يكون إذا عندنا يساوي 1، إذا عندنا O1. هلا الآن إذا إذا عندنا المسافة إذا بين الرأسين بتعطينا 2 ألف، يعني هون بقدر أقول إذا 4 ناقص الناقص إذا 2 ماذا يساوي عزيز الطالب؟ إذا ويساوي 6، ويساوي اللي هو عندنا 2 ألف اللي هو المسافة بين الرأسين، إذا المسافة إذا بين اللي هو عندنا الرأسين 4 ناقص الناقص 2، إذا ويساوي بمعنى إنه هنا إذا عزيز الطالب، إذا عزيزة الطالبة ألف تساوي قديش هنا عندنا؟ ألف تساوي اللي هو عندنا 3. إذا صار عندنا هنا الألف موجودة وكمان باء موجودة، إذا نقدر نطلع قيمة باء، إذا هنا قديش قيمة باء مقسم على 2، باء تساوي كمان، إذا باء تساوي اللي هي عندنا 2، وكمان ألف تساوي اللي هي عندنا تساوي عندنا 3. وبالتالي إذا نوعه إذا حكينا سيني وطلعنا المركز، وبالتالي بده يكون عندنا س ناقص إذا 1 إذا تربيع، إذا على اللي هو ألف تربيع، ألف تربيع اللي هو عبارة عن 9، إذا زائد اللي هو عندنا ب ص ناقص برضه كمان 1، إذا عندنا تربيع، إذا على إيش هو عندنا؟ على ب تربيع اللي هي عندنا على 4، كل هذا بده يساوي اللي هو عندنا 1، إذا هو يساوي 1 صحيح. هذا عزيز الطالب بالنسبة اللي هو عندنا بالنسبة إلى ألف، بالنسبة إلى اللي هو عندنا ألف. خلينا نشوف الآن، إذا عندنا ب بحكي لنا إذا بؤرتا النقطتين، إذا معطيني البؤرتين، إذا يعني ب1، إذا بؤرة لو سميت إذا ب بؤرتين، ب0
صفر واثنين، وكمان إذا عندنا البؤرة الثانية إذا باء اثنين اللي هي عبارة عن صفر وسالب، إذا عندنا اثنين، ومعطينا كمان الرأسين، إذا معطينا رأسين راء واحد اللي هو عندنا صفر وخمسة، إذا صفر وخمسة، وكمان راء اثنين اللي هو صفر وسالب خمسة، صفر وسالب خمسة. هلا الآن أنا بدي إيش عندنا؟ إذا نقدر الآن أوجد، إذا عزيز الطالب، إذا نقدر الآن نوجد اللي هو عندنا المركز، إذا المركز اللي هو عندنا طبعا المركز هنا بده يقع بين البؤرتين أو بين الرأسين نفس الشيء، وبالتالي صفر زائد صفر إذا بده يعطيني، إذا عندنا المركز إذا يساوي صفر وصفر، إذا صفر وصفر. هلا الآن إذا الشيء المتغير الآن هنا بنلاحظ، إذا عزيز الطالب صفر، إذا صفر صفر، بعدين اثنين سالب اثنين، وكمان بالنسبة للبؤرتين نفس العملية، إذا نوعه، إذا نوعه، إذا صادي هنا، إذا نوعه شو ماله؟ إذا نوعه، إذا عزيز الطالب، إذا صادي، لأن المتغير هنا أحداث الصادي. وبالتالي الآن نقدر نوجد الآن اللي هو عندنا معادلته، إذا أوجدنا، إذا عندنا المركز، وكمان نقدر نوجد اللي هو عندنا من خلال بؤرتين اللي هو عندنا البعد البؤري، إذا نقدر نقول 2 إذا جيم، إذا البعد البؤري 2 جيم يساوي 2 ناقص ناقص 2 يعني يساوي 4، يعني بمعنى إنه جيم تساوي اللي هي عندنا جيم تساوي اللي هي عندنا 2. وكمان إذا عندنا عندنا الرأسية نقدر نوجد اللي هو إذا عندنا 2 ألف تساوي اللي هو عندنا 5 ناقص ناقص 5 يعني يساوي 10، بمعنى إنه إذا عزيز الطالب إذا قيمة ألف اللي هي تساوي اللي هي عندنا 5. هلا الآن بدي اللي هو عندنا قيمة ألف، ظل عندنا قيمة باء في علاقة بتربط بيناتهم، اللي هو قلنا ألف تربيع إذا ناقص، إذا عندنا باء تربيع تساوي اللي هي عندنا جيم تربيع. من خلال هذه العلاقة بنقدر نوجد اللي هو عندنا باء تربيع، ألف تربيع اللي هي عبارة عن 25 ناقص اللي هو عندنا باء تربيع، إذا كل هذا بده يساوي اللي هو عندنا 4. لو نقلنا هذا للطرف الثاني وهذه كمان وديناها للطرف الآخر، إذا بصير عندنا عزيز الطالب إذا باء تربيع اللي هي تساوي 25 ناقص 4 اللي هي تساوي 1، إذا عندنا 20، إذا 21. وبالتالي الآن ما دام نوعه إذا صادي، إذا بقدر الآن إذا نكون عندنا إذا هاي عندنا صاد، إذا ناقص اللي هو المركز قلنا اللي هو عندنا صفر، إذا تربيع، إذا على ألف تربيع هون اللي هي على 25، على 25 زائد اللي هي عندنا سين ناقص برضو كمان صفر، إذا عندنا تربيع، إذا على اللي هو عندنا باء تربيع اللي هو 21، كل هذا بساوي، إذا إيش بساوي هون عندي؟ يساوي عندنا يساوي 1. هذا عزيز الطالب بالنسبة اللي هو عندنا بالنسبة إلى فرع اللي هو عندنا فرع باء، إذا فرع باء. هلا خلينا نيجي الآن على جيم، إذا جيم بيقول لنا إذا عندنا جيم، إذا عندنا جيم إذا جيم بحكي لنا إنه مركزه نقطة الأصل وبؤرتا تقعان على محور السينات. إذا لو رسمنا الآن عزيز الطالب، ما دام إنه إذا بده يكون نوعه، إذا بده يكون نوعه إذا سيني، ما دام إنه عندنا تقع البؤرتين على محور السينات إذا نوعه سيني. إذا بؤرتا، إذا مركزه نقطة الأصل، إذا هذا اللي هو عندنا المركز، المركز يعني هنا مباشرة إذا صفر، إذا عندنا الصفر. والبؤرتين إذا هاي اللي عندنا البؤرتين تقع على محور السينات، يعني هاي خلينا نسميها باء واحد، وهذه بنسميها مثلا باء إذا عندنا اثنين. الآن شو بده هو السؤال؟ إذا نقول لنا نكمل الآن، مركز نقطة الأصل وبؤرتا تقع على محور السينات، وبعده البؤري إذا عندنا 6 وحدات، إذا بعد البؤري، إذا بعده البؤري إذا 6 وحدات. الآن إذا بعد البؤري 6 وحدات، إذا بمعنى إنه الآن عندنا البعد البؤري، يعني بمعنى إنه 2 جيم، إذا عزيز الطالب ماذا يساوي؟ إذا عندنا 2 جيم إذا يساوي، وبعد البؤري 6 إذا يساوي 6.
يعني بمعنى انه هون جيم بقدر اطلعها كمان، اذا جيم تساوي 3، اذا جيم ماذا تساوي؟ اللي هو عندنا جيم تساوي اذا عندنا 3، هاي البعد البوري. هذا شو كمان بحكي لنا؟ بقول لنا الان هون عزيز الطالب، اذا بحكي لنا انه الفرق بين طولي محوري يساوي 2 وحدة. اذا بمعنى اذا عندنا طبعا الفرق بين طولي محوري، لان الطول المحوري طبعا بده يكون المحور الاكبر ناقص المحور الاصغر، لان الطيب عندنا موجبه، اكيد راح يكون عندي، يعني بمعنى انه راح يكون عندي 2 ألف ناقص اذا عندنا 2 باء، كل هذا ايش معطيني اياه؟ فرق بين طول المحور يساوي اللي هو عندنا 2، اذا يساوي اللي هو عندنا يساوي 2، الآن يساوي 2. نقدر هنا إذا عزيز الطالب نختصر شوي، نقدر نطلع الاثنين إذا عامل مشترك هون يتضمن ذلك، يعني بمعنى إنه هون ألف ناقص باء، إذا ألف ناقص باء بتتعطيني اللي هو عندنا 1. هاي اللي هي عندنا معادلة بقدر أسميها مثلا رقم 1. هلا كمان في عندنا علاقة بتربط بين ألف وباء، اللي هي عبارة عن ألف تربيع، إذا ألف إذا عندنا تربيع ناقص إذا عندنا باء تربيع، إذا يساوي إذا عندنا جيم تربيع. يعني بمعنى إنه الآن عندنا ألف اللي هي طلعناها، اللي هي عبارة عن ألف اللي هي عندنا هنا مش موجودة ألف، إذا هاي بتطلع عندنا ألف تربيع ناقص إذا باء تربيع برضه كمان مش موجودة، بنبحث عنها، اللي هي تساوي جيم. جيم تربيع اللي هي جيم معطينا إياها، اللي هي وتساوي اللي هو عندنا 9. وهذه بقدر أسميها معادلة، إذا عزيزي الطالب معادلة رقم اللي هو عندنا 2. هلا الآن نقدر نحل، إذا كيف بدنا نحل المعادلة؟ نقدر الآن إذا عندنا نحل معادلة 1 ومعادلة رقم إذا عندنا 2. لو حللنا هذه عبارة عن فرق بين مربعين عزيزي الطالب، إذا صار عندنا هون ألف ناقص باء مضروبة في ألف زائد باء، مضروبة في ألف إذا عندنا زائد إذا عندنا باء، كلها هذه تساوي اللي هي عندنا 9. هلا ألف ناقص باء تساوي 1، بمعنى إنه هنا إذا ألف زائد باء، إذا ألف إذا زائد باء، إذا ماذا تساوي؟ اللي هي عندنا ألف زائد باء تساوي اللي هو عندنا 9. إذا هذه معادلة، إذا ألف زائد باء تساوي 9، وسميتها معادلة رقم اللي هي عندنا معادلة رقم اللي هي عندنا 3. الآن لو اشتغلنا على معادلة وجمعنا الآن عزيزي الطالب معادلة رقم 1 ومعادلة رقم 2، إذا معادلة إذا رقم 1 إذا زائد معادلة عفوا رقم 3، إذا شو بدنا نستنتج الآن؟ إذا بده يكون إذا عندنا ألف زائد ألف اللي هي عبارة عن 2 ألف، وكمان سالب باء مع الباء بتروح، وواحد زائد 9 بده يساوي اللي هو عندنا 10، إذا يتضمن ذلك إذا ألف تساوي اللي هو عندنا 5، إذا ألف تساوي اللي هو عندنا 5. هيك بنكون طلعنا قيمة ألف. الآن بنعوض بواحدة من المعادلات حتى نطلع إذا قيمة باء. الآن لو عوضنا مثلا في معادلة، إذا هنا عندنا ألف، أي معادلة مثلا عندنا 5 زائد إذا عندنا باء تساوي اللي هو عندنا 9، إذا لو حكينا سالب إذا عندنا 5 وكمان هنا سالب 5، يعني برضه كمان إذا قيمة باء ماذا تساوي؟ اللي هي تساوي اللي هو عندنا 4، إذا باء تساوي 4. هل الآن بما إنه الآن إذا نوع إذا هذا القطع، إذا عزيز الطالب إذا عندنا سيني، إذا نكتب المعادلة اللي هي عندنا طبعا مركزها 0 0، يعني بدها تكون إذا عندنا سين تربيع، إذا سين تربيع إذا على ألف تربيع اللي هي عندنا 25 زائد عفوا اللي هو بده يكون إذا عندنا ص تربيع إذا على اللي هو عندنا 16، كل هذا بيساوي اللي هو عندنا 1. هذا عزيزي الطالب بالنسبة إلى اللي هو عندنا السؤال الأول ألف وباء، وإذا عندنا وجيم. ننتقل الآن إلى ننتقل إلى فرع اللي هو عندنا دال. إذا عندنا فرع، إذا اللي هو عندنا فرع دال، إذا عندنا فرع اللي هو عندنا دال. برضه خلينا الآن
نظر شوي الأمور المسطرة. هلا ننتقل إذا عزيز الطالب إلى الدال. هلا بقول لنا مركزه اللي هو نقطة الأصل، يعني الآن إذا عندنا مركزه، إذا معطيني إياه المركز يساوي يعني ميم اللي هو عبارة عن صفر وصفر، إذا صفر إذا عندنا صفر، وكمان شو معطينا معلومات مركز نقطة الأصل، ومحور الأكبر يوازي محور السينات. ما دام محور الأكبر يوازي محور السينات إذا بده يكون النوع، إذا نوعه سيني، إذا عزيز الطالب اللي هو عندنا سيني. ويمر منحنى بالنقطة، إذا عندنا هذا بمر بالنقطة، يمر إذا بالنقطة اللي هي 1 فاصلة، إذا عندنا إذا 3، وكمان معطينا الاختلاف المركزي، الاختلاف إذا عندنا الاختلاف المركزي، الاختلاف إذا عندنا المركزي اللي هو يساوي إيش يساوي هذا؟ إذا يساوي اللي هو 5 بالعشرة، إذا 5 إذا عندنا بالعشرة. هذا عزيزي الطالب بالنسبة إلى المعلومات إذا عندنا الرئيسية إذا لهذا الفرع من إذا سؤال رقم اللي هو عندنا 1. هل الآن بدي أوجد إذا علاقة إذا بتربط إذا بين إذا هذه المتغيرات؟ الآن مثلا طبعا أول شيء ما دام إذا نوع سيني نقدر نكتب المعادلة، إذا عندنا هنا الحل. المعادلة إذا راح تكون إذا عندنا عبارة عن سين تربيع، طبعا سين تربيع إذا على ألف تربيع، أنه نوع سيني على ألف تربيع، زائد اللي هو عندنا صاد تربيع، صاد تربيع إذا على باء اللي هو عندنا باء تربيع. كل هذا إذا شو بده يساوي عزيزي الطالب؟ إذا بده يساوي اللي هو عندنا بده يساوي 1. هاي المعادلة اللي طبعا بدنا نبحث الآن عن قيمة ألف وقيمة اللي هو عندنا قيمة باء. هلا معطيني إذا عزيز الطالب معطيني الاختلاف المركزي، طبعا الاختلاف المركزي شو يساوي؟ اللي هو عبارة عن جيم إذا على ألف، جيم على ألف يساوي 5 بالعشرة. يعني شو معنى 5 بالعشرة؟ يعني بمعنى إنه جيم إذا على ألف إذا يساوي 1 على 2، يساوي 1 إذا على 2، يعني بمعنى إنه إذا هنا عندنا إذا ألف إذا ماذا تساوي؟ ألف تساوي 2، إذا عندنا جيم. إذا هذه أول إذا علاقة تربط بين إذا عندنا إذا عزيز الطالب بين ألف وجيم، إذا ألف تساوي إيش هون عندي؟ إذا ألف تساوي، إذا ألف تساوي اللي هو عندنا 2، إذا عندنا 2 جيم. هذه أول اللي هو عندنا. كمان احنا بنعرف اذا عزيز الطالب انه في علاقه تربط بين الف وباء وجيم، اذا برضه كمان نفس الشيء. اذا ايش هذه العلاقه؟ اللي هي عباره عن الف تربيع، اذا بعرف انه اذا عندنا الف تربيع اذا ناقص اذا عندنا باء تربيع، اذا كمان هذا شو تساوي؟ تساوي اللي هو عباره عن جيم، اذا عندنا تساوي جيم، اذا عندنا تربيع، اذا جيم تربيع. هلا الان اذا هدفنا اذا عزيزي الطالب نكون نخلي المعادله كلها في متغير واحد، يعني الان طبعا اذا كان في متغير واحد وما دام اذا هذا القطع يمر في النقطه 1 و3، اذا بصير عندنا مقدر بعوض محل سين ومحل اذا صاد، وبقدر اوجد قيمه اذا هذا المتغير. وبالتالي اذا هنا اذا الف لو كتبناها بدلاله جيم، اذا هاي عندنا الف بدلاله جيم. ظل الآن لو كتبنا باء هنا بدلالة جيم، خلينا نعوض الآن هنا محل إذا محل ألف اللي هي عبارة عن ألف تربيع، يعني 4 جيم إذا عندنا تربيع، إذا ناقص إذا عندنا باء تربيع، كل هذا إذا بيساوي اللي هو عندنا جيم تربيع. الآن لو نقلنا اللي هو عندنا الباء تربيع نقلنا، أو سالب باء تربيع نقلناها لهذا الطرف، والجيم تربيع نقلناها للطرف الآخر، إذا شو بده يصير إذا عندنا عزيز الطالب؟
إذا بده يصير عندنا إذا باء تربيع، إذا باء تربيع، إذا باء تربيع تساوي ثلاثة جيم تربيع تساوي ثلاثة، إذا عندنا جيم تربيع. نرجع الآن بنعوض في المعادلة في القطع الناقص، إذا عندنا هنا سين تربيع، إذا على ألف تربيع بدي أضع محلها اللي هي أربعة جيم تربيع، إذا أربعة، إذا عندنا جيم، إذا عندنا تربيع، زائد اللي هو عندنا برضه كمان صاد تربيع، إذا على اللي هو عندنا باء تربيع اللي هي عبارة عن ثلاثة، إذا عندنا جيم تربيع. طبعا كل هذا إذا إيش بيساوي عزيزي الطالب؟ إذا كل هذا بيساوي اللي هو عندنا واحد. إذا كل هذا إذا بيساوي اللي هو عندنا يساوي واحد. هل الآن طبعا ما بنقدر نجمع الآن هنا إذا عزيزي الطالب الآن سين تربيع عندنا بنلاحظ إذا عندنا المقام أربعة جيم تربيع ثلاثة جيم. خلينا أول شيء نعوض الآن، طبعا بقول لك الآن هنا يمر بالنقطة واحد وإيش اللي صارت، إذا المعادلة كلها إذا بدلالة جيم نقدر الآن نطلع قيمة جيم يمر بالنقطة واحد وثلاثة، إذا هذا يعني إنه سين تساوي إذا هذه قيمة سين وهذا عندنا قيمة صاد. إذا يتضمن ذلك الآن سين اللي هي يعني واحد إذا على اللي هي أربعة جيم إذا عندنا تربيع إذا زائد اللي هو عندنا تسعة على ثلاثة برضه كمان ثلاثة إذا عندنا جيم تربيع، كل هذا بيساوي اللي هو عندنا واحد. هلا بنوحد المقامات، لو ضربنا هذا، لو ضربنا إذا هذا عزيز الطالب في ثلاثة، ضربنا البسط إذا في ثلاثة والمقام كمان ضربناه إذا عندنا في ثلاثة، وهون ضربنا هذا في أربعة إذا في أربعة، وهون كمان ضربنا التسعة في كمان في أربعة، إذا بده يصير إذا عندنا هنا المعادلة إذا يصير عندنا ثلاثة بنكمل هون، وهنا إذا عندنا صار عندنا ثلاثة إذا على 12 إذا عندنا جيم إذا عندنا تربيع جيم تربيع زائد إذا 36، 36 برضو كمان على 12 إذا عندنا جيم تربيع، وهذا كله بده يعطيني اللي هو واحد. هلا ما دام المقامات الآن إذا عندنا أصبحت موحدة، إذا بجمع الآن صار عندنا هنا إذا 3 زائد 36 يعني 39، 39 على اللي هو عندنا 12 إذا عندنا جيم تربيع، كل هذا إذا يساوي اللي هو عندنا واحد. 12 جيم تربيع يساوي 39، وبالتالي الآن لو ضربنا ضرب تبادلي إذا يصير عندنا 12 إذا عندنا جيم تربيع، 12 جيم تربيع إذا تساوي اللي هو عبارة عن 39. نقسم الآن هنا على 12، هاي على 12 وهنا كمان إذا على 12، بمعنى إنه جيم تربيع إذا تساوي اللي هي عبارة برضه كمان بقسم إذا هاي بتقسم على 3 إذا تساوي 13، إذا على قديش هنا إذا عندنا على 4 عزيزي أبطال. هاي قيمة اللي هو عندنا قيمة عندنا جيم. هلا بنرجع الآن إذا عزيزي الطالب نعوض محل جيم تربيع قيمتها، إذا صارت إذا عندنا المعادلة كالتالي، إذا صار عندنا هنا سين تربيع، إذا سين تربيع إذا على اللي هي أربعة، هاي عندنا أربعة، إذا ضرب جيم تربيع اللي هي 13، إذا على اللي هو عندنا أربعة، إذا زائد برضه كمان إذا عندنا صاد تربيع، إذا على اللي هو عندنا ثلاثة، إذا ثلاثة ضرب اللي هو برضه كمان 13 إذا على 4، طبعا كل هذا يساوي واحد، كل هذا يساوي واحد. إذا في اختصارات هنا 4 مع الأربعة بتروح، إذا بظل عندنا إنه إذا المعادلة إذا سين تربيع إذا على اللي هي عندنا سين تربيع على 13، 13 زائد اللي هو عندنا كمان صاد تربيع إذا على اللي هو عندنا 39، 39 إذا على اللي هو عندنا 4، كل هذا بيساوي واحد. وبقدر أكتب هذه المعادلة بصورة أخرى كمان س تربيع إذا على 13 اللي هي زائد إذا 4 ص تربيع إذا على اللي هو عندنا 39 تساوي كل هذا يساوي اللي هو عندنا واحد.
هذا عجز طالب بالنسبة إلى فرع اللي هو عندنا دال، بالنسبة إلى فرع اللي هو عندنا بالنسبة إلى فرع دال. ننتقل الآن عشان المساحة عجز الطالب، ننتقل الآن إلى فرع ألف باء جيم دال الآن هاء. ننتقل الآن إلى اللي هو عندنا هاء، هلا الآن خلينا نشوف الآن شو مطلوب أو شو إذا معطيني اللي هو عندنا، إذا معطيني اللي هي ها، اللي ها اللي هي شو بتحكي لي؟ إذا فرق، إذا عندنا عزيزي طارق فرق ها، اللي عندنا فرع هذا إذا شو بحكي لنا، بقول لنا يمر بالنقطة إذا سالب ثمانية، إذا أول شيء إذا يمر، إذا عندنا يمر بالنقطة اللي هي سالب إذا ثمانية وثلاثة، سالب ثمانية وثلاثة، ويقع مركزه على المستقيم، إذا يقع، إذا هنا يقع، إذا المركز، إذا مركزه على المستقيم اللي هو سين يساوي اللي هو عندنا إذا سين تساوي اثنين، إذا يقع مركزه على سين تساوي اثنين. وبؤرتا تقعان على المستقيم، وبؤرتا وبؤرتا بؤرتا تقعان، إذا بؤرتا تقعان تقعان إذا على المستقيم برضو كمان، صاد يساوي ثلاثة، صاد يساوي اللي هو عندنا ثلاثة. واختلاف المركزي واختلافه واختلافه إذا عندنا المركزي، المركزي اللي هو يساوي قديش اختلاف المركزي اللي هو عبارة عن ستة اللي هو عندنا بالعشرة، إذا اختلاف المركزي اللي هو ستة بالعشرة. طبعا هون عزيز الطالب إذا حتى نقدر نحل، إذا هذا لازم نحاول نرسم يعني قد ما نقدر. إلا الآن بقول لنا يمر بالنقطة سالب ثمانية ثلاثة ما بستفيد منها. الآن يقع، يقع إذا هون ها، إذا عندنا يقع مركزه على سين تساوي اثنين، مركزه على سين تساوي اثنين، يعني لو رسمنا الآن هيك رسمة تقريبية، إذا عندنا الآن عزيز الطالب لو نحكي لنا إذا مركزه اللي هو عبارة عن إيش، هون عندنا مركزه اللي هو عبارة عن يمر ويقع مركزه على سين تساوي اثنين، إذا مركزه إذا أنا خلينا نقول له هنا عندنا واحد وهاي عندنا كمان اللي هي اثنين، يعني بمعنى إذا المركز، إذا عندنا المركز بده يقع وين إذا عزيز الطالب؟ إذا بده يقع على اللي هو عندنا يعني الآن لو رسمنا المركز يعني تقريبا، يعني رسمة تقريبية بالنسبة للمركز، إذا هذا بده يكون إذا يقع مركزه إذا عزيز الطالب إذا مركزه إذا بقع على اللي هو إذا يقع مركزه
إذا الآن لما نقول أنه يقع مركزه على سين ساوث ممكن يكون إذا بهذا ممكن يكون فوق، طبعا هذا ما بكفي. وشو كمان تقول لنا وبؤرتاه تقعان على صاد تساوي اللي هو أن تساوي 3. طبعا لو نحكي لي إذا عزيز الطالب يقع مركزه على سين تساوي 2، بمعنى أنه هون بده يكون رأسا مباشرة. إذا هون خلينا نيجي الآن للحل. إذا الحل نقدر نستنتج مباشرة أنه دال، هاي اللي هو عندنا دال وهاء، إذا عندنا دال، إذا عندنا وهاء اللي هي المركز. إذا الدال اللي هو عبارة عن إيش هون عندي؟ عبارة عن 2، وكمان اللي هو عندنا إذا ها بدنا نبحث عنها. هلا الآن كمان شو عندنا اللي هو ويقع والبؤرتين وين بقعوا؟ على صاد تساوي 3. إذا صاد تساوي 3، الآن لو كان عندنا مثلا هاي عندنا 2، إذا هاي عندنا 2، وهاي عندنا مثلا إذا عندنا 4، يعني 3. بدي أرسم الآن مستقيم. يعني 3 تقريبا خلينا نقول بقى هون. إذا عندنا بهذه، إذا عندنا الصورة هذا المستقيم، إذا هذا عندنا المستقيم، إذا هذا المستقيم، إذا هذا المستقيم اللي هو عبارة عن إيش هذا؟ اللي هو عبارة عن صاد يساوي 3. إذا هذا عبارة عن سين يساوي إذا عندنا 2، وهنا صاد يساوي 3. اللي بحكي لي إذا عزيز طالب إن البؤرتين وين بقعوا؟ إذا بقعوا على اللي هو عندنا، بقعوا على إنه صاد يساوي 3. وبالتالي بتوقع ما دام انه اذا هون عندنا س تساوي 2، وبالتالي هنا وهذا اكيد راح يكون اذا عندنا هاي النقطه بتمثل المركز. اذا عزيز الطالب اذا هذه النقطه شو بتمثل عندي؟ اللي هي نقطه تقاطع المستقيمين، اللي هو اذا صار عندنا المركز اللي هو راح يكون عندنا 2، وايش هون عندي؟ 2 و3، 2 و3. وعندنا هون هاي البؤره، اذا بؤره مثلا باء 1، وهنا كمان مثلا عندنا خلينا نحكي مثلا باء اللي هو عندنا 2. هلا الان نشوف الان اذا المركز طلعنا، بضل عندي الان اوجد اللي هو عندنا قيمه الف، وكمان اذا عندنا قيمه اللي هو عندنا باء تقريبا اذا مشابه للسؤال اللي هو عندنا السؤال اللي اخذناه. هلا النوع اذا هذا، اذا النوع اذا هذا القطع اللي هو ما دام البؤرتين موازيات، اذا يقعان على مستقيم موازي لمحور السينات، بده يكون نوعه سيني. إذا نوعه، إذا عندنا نوعه، إذا عندنا إذا سيني. إذا نوعه، إذا عزيز الطالب، إذا شو نوعه؟ اللي هو عندنا سيني. ما دام إنه سيني إذا بده يكون إذا عندنا سين ناقص اللي هو دال اللي هي 2، طبعا هذا تربيع، زائد برضه كمان إذا عندنا صاد إذا ناقص إذا عندنا 3 كمان تربيع. إذا على إيش هون عندي؟ على ألف تربيع. وهنا كمان إذا على باء تربيع، باء تربيع، كل هذا إيش يساوي؟ اللي هو يساوي اللي هو عندنا 1. هلا بدي أحاول أكتب إذا لازم أعطيني كمان اختلاف المركزي. الاختلاف المركزي زي ما حكينا اللي هو عبارة عن جيم على ألف، جيم على ألف تساوي 6 بالعشرة، يعني 6 بالعشرة يعني 3 على قديش هون عندنا؟ 3 إذا على اللي هو عندنا 5، 3 إذا على اللي هو عندنا 5. إذا الاختلاف إذا عندنا المركزي، إذا معطينا اختلافه المركزي، إذا عزيز الطالب اللي هو عندنا اختلاف 6 اللي هو عندنا 6 بالعشرة، إذا 6 اللي هو عندنا بالعشرة. إذا الآن لو ضربنا ضرب تبادلي، إذا هنا إذا ضربنا ضرب تبادلي، إذا شو بصير عندنا؟ نقدر الآن نوجد إذا عندنا سلندر 5، إذا عندنا جيم تساوي 5، جيم تساوي 3 اللي هو عندنا ألف، 3 ألف. وبالتالي إذا عندنا ألف، بنحاول زي السؤال السابق عزيز الطالب نكتبها بدلالة جيم. إذا هنا يتضمن ذلك إذا قيمة ألف إذا ماذا تساوي؟ اللي هي 5 جيم إذا على 3، إذا 5 إذا جيم إذا على 3. هاي اللي هو عندنا إذا قيمة اللي هي عندنا قيمة ألف كتبناها بدلالة جيم، بدلالة إذا كتبناها عزيز الطالب بدلالة جيم. هلا الآن إذا عندنا كمان في علاقة بتربط بين ألف وباء وجيم، اللي هي عندنا زي ما بنعرف إنه ألف تربيع،
ناقص إذا عندنا باء تربيع تساوي اللي هي عندنا جيم تربيع، ألف تربيع ناقص هذا، الآن لو عوضنا محل ألف اللي هي هاي بصير عندنا 25، إذا عندنا جيم إذا عندنا تربيع، إذا على 25 25 جيم تربيع، إذا بده يكون هنا على 9، عوضنا محل ألف بمتى، إذا ناقص إذا عزيزي الطالب ناقص برضه كمان باء تربيع تساوي اللي هي عندنا جيم تربيع. يعني نفس الطريقة الآن لو ودينا باء تربيع إلى الجهة هذه وهاي كمان إلى الجهة الأخرى، إذا بصير عندنا هنا عزيزي الطالب جيم تربيع، إذا شو تساوي؟ اللي هي 25، إذا عندنا جيم تربيع، إذا 25 إذا عندنا جيم تربيع إذا على 9 ناقص اللي هو عندنا جيم اللي هو عندنا تربيع، جيم تربيع. الآن لو وحدنا المقامات الآن هنا ضربنا هاي في 9 وهاي كمان ضربناها في 9، إذا بصير عندنا جيم تربيع، إذا عندنا جيم تربيع برضو كمان تساوي، مش جيم تربيع، باء تربيع عفوا، نجي من جيم تربيع، إذا هذه عبارة عن باء تربيع، إذا هاي عبارة عن باء تربيع، إذا صار عندنا هون عزيزي الطالب طبعا هاي باء تربيع، إذا صار عندنا هنا باء إذا عندنا تربيع تساوي 25 ناقص 9 اللي هو عبارة عن 16، إذا 16 إذا عندنا كمان إذا جيم تربيع على اللي هو عندنا على 9، إذا على 9. هذا إذا عزيزي الطالب بالنسبة للعلاقة اللي تربط، ترجع الآن لمين هنا؟ إذا نرجع الآن إلى اللي هو عندنا العلاقة اللي هي المعادلة. بنعوض محل اللي هو عندنا ألف وباء، إذا صار عندنا سين إذا ناقص إذا عندنا 2، إذا هنا تربيع، هاي عندنا تربيع، إذا على إيش شلون عندي؟ إذا على ألف تربيع، إذا ألف تربيع إذا حكينا ماذا تساوي؟ اللي هي عبارة عن 25، إذا 25 جيم تربيع على إيش شلون عندي؟ على 9، إذا على 9 زائد اللي هو عندنا برضه كمان نفس العملية، إذا صاد إذا ناقص إذا عندنا 3، صاد ناقص 3 على الباء تربيع برضه كمان عندنا على 16 جيم إذا عندنا تربيع، إذا على برضه كمان على 9، كل هذا بيساوي إذا يساوي اللي هو عندنا العدد 1. هلا الآن نرجع الآن للمعلومة اللي معطيني إياها، إذا بقول لنا يمر بالنقطة اللي هي سالب 8.3، إذا بمعنى إذا هاي إذا عندنا قيمة السين بدي أعوض كمان بدي أعوض قيمة الصاد، إذا عزيزي الطالب بصير عندنا سالب 8 وسالب 2 يعني سالب 10 تربيع، يعني هنا 100، إذا 100 على إيش شلون عندي؟ إذا 100 إذا على 25، إذا 25 جيم تربيع إذا على 9، إذا على اللي هو عندنا على 9، إذا زائد الآن هنا لو عوضنا طبعا الآن محل صاد صفر يعني كله بده يصير عندنا صفر، يعني بمعنى الآن هنا كل هذا بده يساوي إذا عزيزة الطالب يساوي عزيزة الطالبة تساوي اللي هو عندنا 1. الآن لو بسطنا إذا هذا إذا شو بده يصير عندنا؟ إذا 900، إذا عندنا 900 إذا على 25 إذا عندنا جيم تربيع، إذا كل هذا بده يساوي اللي هو عندنا يساوي 1. إذا بمعنى إذا الآن عندنا لو ضربنا ضرب تبادل يعني 25 إذا عندنا جيم تربيع، 25 جيم تربيع إذا تساوي اللي هو عندنا 900، لو قسمنا جيم تربيع إذا عزيزي الطالب قسمة طويل جيم تربيع إذا تساوي 900، 900 إذا على 25 وهذه تساوي 36، إذا 6 إذا عندنا و30. إذا نرجع الآن إذا نرجع الآن اللي هو عندنا للمعادلة، إذا صارت المعادلة كالتالي، إذا س ناقص إذا عندنا 2 إذا تربيع إذا على إذا عندنا هنا 25 ضرب إذا 25 عندنا 25 إذا هاي عندنا 25 ضرب 36، ضرب 36 اللي هي قيمة جيم تربيع، إذا على إيش هون عندنا كمان؟ إذا على 9، إذا على 9 زائد
اللي هو عندنا برضه نفس العملية. إذا صاد ناقص ثلاثة، صاد ناقص ثلاثة تربيع، إذا على اللي هو عندنا 16، إذا ضرب 36، 36 برضه كمان إذا على 9. يعني بقدر أختصر طبعا كل هذا بيساوي اللي هو عندنا 1. نقدر نختصر الآن هنا التسعة فيها 1، والتسعة فيها 4، ونفس الشيء هنا 9 فيها 1، وهذه فيها كمان إذا عندنا 4، وبالتالي صار عندنا 25 في 4. يعني الجواب النهائي للمعادلة إذا راح يكون س للمعادلة النهائية تربيع إذا على 100 هون، إذا هاي عندنا 100، إذا زائد اللي هو عندنا صاد ناقص 3، صاد ناقص 3 تربيع برضو كمان على 16 في 4 اللي هي 64، يساوي كل هذا يساوي 1. هذا عز الطالب بالنسبة اللي هو عندنا الفرع اللي هو عندنا اللي هو الفرع إلى انهاء الفرع اللي هو عندنا هاء. ننتقل الآن إلى الفرع الآخر اللي هو فرع اللي هو عندنا واو. إذا عندنا فرع اللي هو عندنا فرع واو الآن، إذا عندنا فرع واو. فرع واو الفرع واو بحكينا بقول انه رأساه النقطتين، اذا معطينا اذا عزيز الطالب اللي هو معطينا الرأسين، اذا راء واحد يعني خلينا نقول راء واحد الرأسين اللي هي 2 و0، اذا 2 وكمان عندنا 0، وايش كمان عندي هنا اللي هو سالب 8 و0، اذا سالب اذا 8 وعندنا 0، وطول محوره الاصغر يساوي اللي هو عندنا 4 أمتار المسافة بين أحد رأسيه والبؤر القريبة من ذلك الرأس. يعني الآن عزيزي الطالب لو بدنا نمثل، إذا لو بدنا الآن نمثل تقريبا يعني رسمة تقريبية إذا برضو كمان لهذا السؤال. طبعا إذا هذا القطع اللي هو عندنا بنلاحظ إذا التغيير عندنا سيني، إذا التغيير سيني، وبالتالي راح يكون إذا اللي هو عندنا إذا بده يكون إذا عندنا سيني، وبالتالي إذا هذا لو سميناه اللي هو عندنا إذا هذا راء واحد، إذا هاي عندنا هاي راء واحد، هاي راء واحد، وهون عندنا إيش بده يكون إجباري، بده يكون راء 2، والآن بده يكون إذا هنا عندنا المركز إذا ميم، نجمع 2 وسالب 2 سالب 8 سالب 6، سالب 6 على 2 يعني سالب 3 وصفر، إذا سالب إذا 3 و0، وقلنا النوع إذا نوعه اللي هو عندنا سيني، لأن الآن اللي تغير الأحداث السيني فقط. هلا الآن إيش بحكي لي كمان؟ بقول لنا إنه إذا عندنا رأسه وطول محوره الأصغر، طول محوره الأصغر يساوي 4 أمتار المسافة بين أحد رأسيه. الآن والبؤرة القريبة من ذلك الرأس، يعني لو فرضنا إذا هاي عندنا البؤرة مثلا واحدة من البؤرتين مثلا باء واحد على سبيل المثال القريبة، إذا القريبة من الرأس. هلا بحكي لنا بقول لنا إنه الآن ويقع وطول محوره الأصغر، هلا طول محوره الأصغر يعني 2 باء، إذا 2 باء إذا يساوي، إذا 2 باء يساوي 4 أمثال المسافة، إذا عندنا 4 وبفتح قوس الآن هون عندنا أمثال المسافة بين أحد رأسيه اللي هو عندنا المسافة بين أحد رؤوسي والبؤر، يعني هاي المسافة إذا عزيزي الطالب. إذا هذه المسافة لو سميتها مثلا فا، إذا هذا شو تساوي؟ عبارة عن المسافة من المركز إلى راء واحد اللي هي عبارة عن ألف. الآن شو بدي أشيل منها؟ يعني هاي كلها إذا عزيزي الطالب، إذا هاي من هنا إلى هون هاي عبارة عن ألف، إذا هاي عبارة عن ألف، وهاي عبارة عن إيش هون عندي؟ عبارة عن جيم. وبالتالي المسافة هاي فا اللي هي عبارة عن ألف ناقص جيم، إذا شو بضع هنا اللي هي عبارة عن ألف إذا ناقص اللي هو عندنا جيم. هاي العلاقة يعني خلينا نحكي اللي بتربط إذا بين اللي هو عندنا بين
باء وألف وجيم. الآن بقدر، الآن هاي المعادلة بقدر أقسم على اثنين، يعني باء هنا ماذا تساوي؟ اللي هو تساوي اثنين مضروبة، إذا في عندنا إذا باء تساوي اثنين في ألف ناقص جيم، إذا عندنا ألف، إذا عندنا ناقص، إذا جيم. هذه أول علاقة إذا تربط إذا عندنا بيناتهم. هلا إذا قيمة ألف إذا عجز الطالب كمان معروفة لدينا، اللي هي قديش قيمة ألف؟ اللي هي عندنا المسافة بين الرأسين، يعني إذا هنا عندنا اثنين ألف، إذا عندنا اثنين، إذا عندنا اثنين ألف تساوي اثنين ناقص الناقص، اثنين ناقص الناقص ثمانية، وهذا بده يساوي إيش عندي؟ يساوي 10، بمعنى إنه ألف تساوي، إذا ألف تساوي 5. وبالتالي إذا نقدر أكتب باء الآن هون تساوي اثنين ضرب اللي هو 5، إذا ناقص اللي هو عندنا جيم، 5 ناقص جيم. وكمان بقدر أكتبه، إذا بقدر أوزع الباء، يعني باء تساوي هي عبارة عن 10 ناقص، إذا عندنا 2 جيم، إذا 10 ناقص 2 جيم. وهذه العلاقة ممكن نحتاجها الآن تربط بين اللي هو عندنا باء واللي هو عندنا جيم. هلا كمان في عندنا علاقة إذا عزيز الطالب، اللي هو عندنا إذا في عندنا اللي هي قلنا علاقة بتربط بين ألف وباء وجيم، اللي هي عبارة عن إيش هون عندنا؟ اللي هي عبارة عن ألف تربيع، إذا عندنا ألف تربيع، هاي ألف تربيع، إذا قلنا ناقص باء تربيع، إذا كل هذا شو بده يساوي؟ بده يساوي اللي هو عندنا جيم تربيع. إذا هاي الألف تربيع، إذا هاي عندنا ألف تربيع، ألف تربيع ناقص، الآن بدي أضطر الآن أربح هذا، الآن وافتح قوس، إذا المربع الأول اللي هو عبارة عن 100، وبعدين اثنين بالأول بالثاني، يعني بده يكون عندنا ناقص، إذا عندنا 40 جيم، إذا 40 جيم زائد إذا المربع الثاني اللي هو عبارة عن 4 جيم، إذا عندنا تربيع، 4 جيم تربيع، كل هذا بيساوي اللي هو عندنا جيم تربيع، إذا عندنا جيم تربيع. هلا الآن الألف طبعا موجودة، اللي هي قديش قيمة ألف؟ إذا حكينا عبارة عن 5، يعني بقدر أكتب الآن 25 محل إلى 25، إذا ناقص إذا عندنا 100 زائد اللي هو عندنا هنا 40، إذا عندنا جيم ناقص إذا 4 جيم، إذا عندنا تربيع ناقص 4 جيم تربيع. إذا الآن كمان عندنا هنا الجيم بقدر أدخلها للداخل، إذا بصير عندنا إذا بصير عندنا هنا اللي هي ناقص، إذا عندنا جيم تربيع، كل هذا بيساوي 0. هلا 25 ناقص 100 اللي هي سالب 75، إذا هاي سالب 75، إذا زائد اللي هو عندنا 40 جيم ما في غيرها، وهذا بقدر أقص الآن أجمعها اللي هي عبارة عن سالب 5، إذا عندنا جيم تربيع، وكل هذا يساوي 0. الآن حتى أقدر أحلل هذه المعادلة بقسم على سالب، إذا بصير عندنا هاي 15، إذا سالب نقسم كله على سالب 5، وهنا بده يكون سالب 80 40 تقسيم 5 اللي هي 8، يعني سالب إذا عندنا 8 اللي هو عندنا جيم، وهون بده يكون زائد إذا عندنا جيم تربيع، كل هذا يساوي 0. إذا بنكمل الآن، إذا نرتب المعادلة عزيز الطالب، إذا صار عندنا هنا جيم تربيع، إذا ناقص إذا عندنا 8 جيم زائد إذا عندنا 15، كل هذا بده يساوي 0. الآن نقدر نحلل إذا هذه المعادلة، نقدر نحلل إذا هذه المعادلة اللي هي هاي عندنا جيم، وكمان إذا هنا عندنا جيم، إذا هذه سالب إذا 5، وهنا بده يكون إذا سالب إذا اللي هو عندنا 3. وبالتالي إذا جيم إما تساوي 5 أو جيم إذا ماذا تساوي؟ إذا جيم تساوي 3. طبعا الآن عزيزي الطالب إذا جيم تساوي 5 هذه مرفوضة. ليش مرفوضة؟ لأنه ألف تساوي، إذا عندنا ألف تساوي قديش عندي؟ ألف تساوي 5، وبالتالي مستحيل يكون البعد إذا بين البؤرة والرأس كان يساوي 0. وبالتالي إذا عندنا إذا نأخذ إذا القيمة اللي هي جيم تساوي، اللي هي نعتمد جيم تساوي 3. الآن المعادلة، إذا هو نبحث عن المعادلة، إذا المعادلة
إذا عندنا ظل الآن نوجد، إذا أوجدنا إيش الآن هو صار عندنا، إذا ألف ظل عندنا قيمة باء. قيمة باء الآن اللي هي حكينا باء تربيع، هاي الباء تساوي قديش تساوي هنا عندنا؟ إذا نقدر نطلعها كمان من هون. إذا ألف تربيع اللي هي عبارة عن ألف تربيع اللي هي عبارة عن 25، 25 ناقص إذا عندنا باء تربيع برضو كمان تساوي اللي هي عندنا 9، لو نقلت هذا الطرف الثاني وهذا نقلت الطرف الآخر عزيز طالب، إذا نستنتج إنه باء تربيع تساوي اللي هي عندنا 16. وبالتالي نقدر نكتب إذا المعادلة، إذا صار عندنا هنا المعادلة إلى سين زائد اللي هو عندنا 3 طبعا تربيع، إذا كمان عندنا هنا زائد، إذا عندنا صاد، صاد إذا ناقص اللي هو عندنا كمان 0 تربيع، إذا طبعا هذه مقسومة، إذا مقسومة على اللي هو عندنا على ألف تربيع اللي هي عندنا 25، ألف اللي هي 5، والصاد والباء عفوا طلعناه باء تربيع اللي هي 16، كل هذا يساوي اللي هو عندنا 1. هذا بالنسبة اللي هو فرع، إذا عزيز الطالب فرع واو، إذا بالنسبة إلى فرع اللي هو عندنا فرع واو. ننتقل الآن إلى فرع، إذا آخر فرع اللي هو عندنا زين، إذا ننتقل إلى فرع اللي هو عندنا زين في هذا السؤال، إذا عندنا زين، إذا زين بحكي لنا إذا عزيز الطالب قل رأساه النقطتين، لا عفوا نهايتا محوره الأصغر يساوي، إذا عندنا نهايتا محوره الأصغر إذا عندنا يساوي اللي هو عندنا سالب وموجب 3 ومر بالنقطة، إذا عندنا إذا نهايتا يعني نهايتا المحور، إذا عندنا هنا المحور نهاية محور الأصغر، إذا عندنا الأصغر، إذا نهايتا المحور الأصغر النقطتين أو النقطتان، النقطتان النقطتان اللي هم معطيني اياهم موجب وسالب، اذا عندنا 3 و0، اذا 3 و0. اذا هون عزيز الطالب لاحظ، اذا طبعا المحور الاصغر اللي هو بيمثل باء، وبالتالي راح يكون اذا نوع اذا باء بده يكون اذا عندنا يعني لو بدي امثله بهذا الشكل، هاي اللي هو المحور الاصغر، يعني بده يكون اذا عندي هون 3 و0، وهون بده يكون إذا سالب 3 و0، سالب 3 و0، وبالتالي إذا المحور الأكبر بده يكون إذا بهذه الصورة، هذا المحور الأكبر، وبالتالي المركز، إذا المركز بده يكون إذا عندنا المركز بده يكون 0 و0، إذا المركز إذا شو بده يكون عندي 0، إذا عندنا و0. كمان بقدر أطلع من خلال إذا هذا الطول، بقدر أطلع باء، الآن عندنا 2، إذا عندنا باء تساوي 3 ناقص الناقص 3 وتساوي 6، بمعنى إنه باء ماذا تساوي اللي هي 6 على 2، إذا تساوي اللي هي عندنا 3، إذا تساوي اللي هو عندنا 3. هل الآن بدي أوجد إذا علاقة، إذا عندنا شو كمان معطينا معلومة أخرى، ويمر، إذا هون بيقول لنا يمر بالنقطة، إذا يمر بالنقطة، إذا يمر بالنقطة اللي هو عندنا أي نقطة اللي هي 2 و3، إذا بمر بالنقطة إذا عندنا 2 فاصلة، إذا عندنا 3. إذا بيعطينا مر يمر بالنقطة إذا 2، إذا عندنا 3. إذا النوع، إذا هذا القطع، إذا عزيز الطالب إذا النوع إيش النوع راح يكون عندي هنا؟ إذا النوع إذا عندنا صادي، إذا النوع راح يكون إذا عندنا صادي، وقلنا بده يكون إذا بده تكون المعادلة كالتالي، إذا سين تربيع إذا زائد إذا عندنا صاد إذا تربيع يساوي كل هذا 1، وبالتالي ما دام صادي إذا بقسم إذا هنا ألف تربيع، وكمان إذا سين تربيع بتكون تحتيها اللي هي عندنا مقسومة على باء اللي هو عندنا تربيع، إذا باء تربيع. هل الآن في علاقة بتربط إذا بين إذا ألف وباء وجيم؟ إذا عندنا الآن نحاول نكتب إذا واحدة بدلالة الأخرى،
إذا عندنا قلنا ألف تربيع، إذا ناقص إذا عندنا باء تربيع ماذا تساوي؟ تساوي اللي هي عبارة عن جيم تربيع، تساوي جيم إذا عندنا تربيع. الباء يعني عندنا ألف تربيع، إذا عندنا ألف تربيع ناقص إذا باء معروفة اللي هي عبارة عن تسعة، يعني باء تربيع كله تساوي اللي هي عندنا جيم تربيع. يعني بمعنى إذا عزيزي الطالب، إذا ألف تربيع تساوي جيم تربيع زائد اللي هي عندنا التسعة، إذا زائد اللي هو عندنا التسعة. هلا نرجع الآن إذا عزيز الطالب إلى اللي هو عندنا المعادلة. إذا صارت عندنا السين تربيع، إذا عندنا هنا إذا المعادلة إذا صارت إذا عندنا هنا سين تربيع، إذا عندنا سين تربيع على قديش؟ هنا عندنا على تسعة، أنا قيمة باء ثلاثة، إذا على تسعة، إذا زائد اللي هو عندنا صاد تربيع، إذا هاي عندنا صاد تربيع، إذا مقسومة على إيش هون عندي؟ مقسومة إذا على اللي هي عندنا ألف تربيع اللي هي عبارة عن جيم تربيع، إذا جيم تربيع زائد اللي هو عندنا تسعة، وكل هذا إذا بده يساوي اللي هو عندنا واحد، يساوي واحد. هلا حاكين لي إنه يمر، إذا عندنا يمر بالنقطة إيش هون عندي؟ يمر بالنقطة إذا اثنين وثلاثة، إذا بمر بالنقطة اثنين وثلاثة، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني س تساوي 2 وصاد، إذا صاد تساوي اللي هي عندنا، إذا هاي بتمثل إذا س وصاد، يعني 4 بصير عندنا هون 4 على 9، 4 على 9، إذا زائد اللي هو عندنا صاد تربيع اللي هي برضو كمان إذا 9، إذا على 9 على ج تربيع، إذا زائد اللي هو عندنا 9، كل هذا بيساوي اللي هو عندنا 1. إذا واحد، إذا عندنا صحيح، واحد صحيح. إذا الآن لو نقلنا الأربعة على تسعة، إذا عزيز الطالب إلى الجهة الأخرى، إذا بصير عندنا هنا تسعة، إذا على جيم تربيع زائد اللي هو عندنا تسعة، إذا يساوي واحد، يعني واحد يعني تسعة، يعني واحد ناقص إذا أربعة على اللي هو عندنا التسعة. يعني هاي بقدر اكتبها عبارة عن تسعة إذا على تسعة، يتضمن ذلك إذا عزيز الطالب يعني تسعة إذا على جيم تربيع زائد تسعة، هذا يساوي خمسة إذا على تسعة، إذا يساوي خمسة إذا على اللي هو عندنا تسعة. لو ضربنا ضرب تبادل الآن صار عندنا إذا ضربنا ضرب إذا عندنا تبادلي، إذا لو ضربنا ضرب تبادل إذا بصير عندنا هنا 81، إذا 81 إذا إيش يساوي؟ إذا عزيزي الطالب يساوي 5، إذا عندنا جيم تربيع، إذا يساوي 5، إذا عندنا جيم تربيع، إذا 5 جيم تربيع زائد اللي هو عندنا 45، زائد اللي هو عندنا 45، إذا 45. هلا الآن إذا عندنا لو طرحنا 81 إذا ناقص إذا 45 اللي هي عندنا، هاي بصير عندنا 11، وهاي بصير عندنا 7، 11 ناقص 5 اللي هي عبارة عن 36، إذا 36 يعني 5 جيم تربيع، إذا 5 جيم تربيع تساوي 36، يعني يتضمن ذلك إنه جيم تربيع ماذا تساوي؟ اللي هي عبارة عن 36 إذا على 5، إذا 36 إذا على 5. نرجع الآن إذا عندنا عزيزي الطالب للمعادلة، إذا عندنا صارت عندنا هنا س تربيع، هاي س تربيع، إذا على س تربيع على باء تربيع، باء اللي هي يعني 9، إذا زائد اللي هو عندنا
ص تربيع، هاي عندنا ص تربيع، إذا على الجيم تربيع اللي هي 36، إذا على 5، 36 إذا على 5 زائد اللي هو عندنا 9، كل هذا يساوي 1. إذا يتضمن ذلك، إذا عزيز الطالب س تربيع إذا على 9 إذا زائد، طبعا بنجمع الآن، إذا هاي تساوي لو ضربنا ضرب تبادلي بتعطيني اللي هي عندنا ص إذا تربيع إذا على الآن 36 زائد 45 اللي هي 81، على قديش هون عزيز الطالب؟ إذا على 5، كل هذا بيساوي 1. هذا إذا بالنسبة اللي هو عندنا للسؤال، اللي هو عندنا السؤال الأول عزيزي الطالب. ننتقل الآن إلى اللي هو عندنا السؤال الثاني. السؤال الثاني إذا عندنا السؤال، إذا عندنا رقم، إذا عندنا 2، بده معطيني المعادلة وبده أوجد عناصر القطع الناقص. إذا بدنا نوجد، إذا قلنا جد، إذا عناصر، إذا جد عناصر، إذا عندنا القطع اللي هو عندنا القطع الناقص، القطع إذا عندنا الناقص. طبعا هنا إذا عزيز الطالب حتى ما ناخذ وقت كثير، الآن لو أوجدنا، إذا لو بسطنا المعادلة أوجدنا قيمة ألف أوجدنا قيمة باء، الباقي بصير عندنا سهل، وبنحدد إذا نوعه وبنوجد قيمة ألف وقيمة باء، وبتقدر توجد قيمة جيم وتوجد عناصره كاملة. خلينا نيجي مثلا للفرع ألف. هون عندي إذا فرع ألف اللي هي عندنا س تربيع، اللهم صل على سيدنا محمد. هلا بنيجي لألف، إذا ألف بحكي لنا إن المعادلة عبارة عن سين عبارة عن سين تربيع، اللي هي عبارة عن سين، إذا عندنا تربيع على إيش هون عندي؟ على 144، على 144 زائد إيش هون؟ زائد إذا ص تربيع على 25، إذا يساوي اللي هو عندنا 1. أول شيء خلينا الآن إذا عزيز الطالب نطلع اللي هو عندنا الحل، الآن نطلع الأشياء الرئيسية والباقي بصير سهل جدا. يعني هون المركز إذا إيش يساوي عزيز الطالب؟ راح يساوي صفر وصفر اللي هو المركز. طبعا قيمة ألف اللي هي هنا اللي هو طبعا كمان نوعه، إذا النوع اللي هو بده يكون إذا هنا سيني، إذا نوعه سيني. ليش سيني؟ لأنه ألف تربيع أكبر من باء تربيع وتحت السين، تحت السينات. إذا ألف اللي هي تساوي الجذر 144 اللي هي عبارة عن 12، وكمان باء اللي هي تساوي اللي هو عندنا 5. طبعا نقدر نوجد إذا عزيز الطالب الآن، إذا مثلا عندنا جيم تربيع، إذا عندنا ألف تربيع ناقص إذا عندنا باء تربيع تساوي اللي هو عندنا جيم تربيع. هاي نحتاج لإيجاد اللي هو عندنا البؤرة مشان نوجد قيمة جي اللي هي البؤرتين، اللي هي عندنا هنا يعني 144، 144 ناقص إذا 25 يساوي اللي هو عندنا جيم تربيع. خلينا نطرح الآن 144، هاي 144، 144 ناقص إذا 25، إذا بصير عندنا هون 14 ناقص 5 اللي هي عبارة عن 9، 3 ناقص 2 اللي هي عندنا 1، الواحد ينزل. يعني هنا جيم تربيع، إذا جيم تربيع عزيزي الطالب يساوي اللي هو عندنا 119، يعني جيم تساوي اللي هي بدها تكون عندنا زائد أو ناقص إذا جذر اللي هو عندنا 119. طبعا نرسم الآن، لو رسمنا إذا عزيزي الطالب، إذا لو رسمنا إذا الباقي بصير عندنا كله سهل. إذا هاي عندنا المركز اللي هو صفر، وإذا عندنا صفر إذا بده يكون إذا عندنا الرأس، بده يكون بده أزيد، إذا بصير عندنا الرأسين، إذا بده يتحرك الآن هنا محور السيناء اللي هو الأحداث السيناء عفوا، وبالتالي بتصير عندنا هنا 12، إذا 12 وصفر وسالب إذا 12، وكمان إذا عندنا صفر.
وكمان لإيجاد اللي هو طرفي المحور اللي هو الأصغر، إذا بده يكون بزيد باء، إذا بصير عندنا هنا إذا صفر وباء، قديش باء اللي هي يعني صفر وخمسة، وكمان إذا صفر وسالب خمسة، وبنقدر نوجد طول المحور الأصغر اللي هو عبارة عن خمسة ناقص ناقص يساوي 10، وكمان طول المحور الأكبر يساوي اللي هو عندنا 24، ومعادلته طبعا اللي هي بتمر في السينات اللي هي سين تساوي اللي هو ص تساوي صفر وإلى آخره. بالنسبة للبؤرتين، إذا هنا عزيز الطالب البؤرتين برضه نفس الطريقة، الآن هنا بدي أزيد، يعني هنا البؤرة بصير عندنا الجذر، جذر ال 119، جذر ال 119 وكمان صفر، ونفس العملية البؤرة الثانية اللي هي سالب إذا جذر ال 119، إذا كمان اللي هو عندنا صفر. وهكذا نقدر نطلع، يعني سهل الأمور إذا طلعنا العناصر إذا عندنا الرئيسية. هذا بالنسبة اللي هو عندنا قيمة ألف، وبالتالي راح نركز فقط إذا عزيز الطالب نطلع قيمة ألف وباء وجيم ونوع اللي هو عندنا القطع. ننتقل كمان إذا اللي هو عندنا فرع باء، اللي فرع باء بحكي لنا اللي هو عندنا سين ناقص، إذا عندنا سين ناقص إذا أربعة، إذا كله تربيع على اللي هو عندنا 25، إذا على 25 زائد اللي هو عندنا صاد ناقص، أو عفوا صاد زائد واحد، إذا تربيع، إذا على اللي هو عندنا 81، كل هذا بيساوي اللي هو عندنا بيساوي واحد. هلا إذا زي ما حكينا، إذا عزيز الطالب رح نطلع اللي هو عندنا قيمة، طبعا أول شيء النوع اللي هو إذا النوع إذا عندنا صادي، إذا النوع اللي هو عندنا صادي، لأن هنا 81 إذا أكبر من 25 وجاي تحت الصادات، وعندنا كمان المركز مركزه 4 وسالب 1، إذا المركز شماله إذا يساوي 4 وسالب 1، وقيمة ألف، قيمة ألف اللي هي تساوي اللي هي عندنا 9، وقيمة باء إذا تساوي اللي هي عندنا 5، وبنطلع اللي هو عندنا طبعا عندنا قيمة جيم، بنطلع قيمة جيم، والباقي إذا عندنا سهل، إذا عندنا جدا. نيجي الآن إذا نازل طالب إلى فرع لو ألف باء جيم، إذا عندنا جيم، إذا نيجي الآن إلى فرع جيم. على فرع جيم اللي هو بحكي لنا سين تربيع، إذا عندنا سين تربيع زائد 4 صاد تربيع، إذا 4 صاد تربيع، إذا يساوي كل هذا يساوي 100، إذا يساوي اللي هو عندنا 100. الآن إذا سين تربيع زائد 4 صاد تربيع تساوي 100، إذا عندنا هاي بقدر أكتبها طبعا الآن لازم يكون إذا عندنا كل هذا يساوي 1، وبالتالي بقسم الآن بجهز المعادلة، إذا بقسم إذا على اللي هو على 100، إذا هنا إذا بقسم إذا على 100، إذا بصير عندنا هنا س تربيع إذا على 100، إذا س تربيع إذا على 100 زائد اللي هو عندنا ص تربيع، إذا 4 مع 100 بتختصر، يعني بصير عندنا هنا 25، كل هذا طبعا 100 تقسيم 100 بده يعطيني 1، وبالتالي إذا المركز بده يكون 0، إذا عندنا 0، وقيمة ألف تساوي اللي هو طبعا 10، وقيمة باء تساوي اللي هو عندنا 5، ونوعه إذا هذا إيش بده يكون؟ إذا نوعه إذا سيني، إذا نوعه اللي هو عندنا سيني، وبنحل الباقي. إذا نيجي الآن كمان ألف باء جيم اللي هو عندنا دال، إذا عزيز الطالب إذا عندنا دال، دال إذا شو بتحكي لي هون، إذا عندنا معطيني س تربيع، إذا عندنا س تربيع زائد 2 ص تربيع، إذا عندنا 2، إذا عندنا ص إذا تربيع زائد 4 ص، إذا زائد إذا عندنا 4 ص، هذا كله يساوي 6 س، إذا يساوي 6 س ناقص اللي هو عندنا 7. هلا الآن طبعا هنا بدنا لازم يكون في كمان مربع، إذا بنقل الست سين إلى الجهة الأخرى، بصير عندنا هنا سين تربيع، إذا هاي عندنا سين تربيع ناقص، إذا عندنا ست، إذا عندنا سين، هاي الآن السينات مع بعض، إذا زائد اللي هو عندنا 2، إذا عندنا صاد تربيع زائد إذا عندنا 4 صاد،
كل هذا بيساوي سالب، إذا عزيزي الطالب سالب 7. هلا نكمل مربع، إذا هون بده يصير عندنا س تربيع، إذا ناقص، إذا عندنا 6 س زائد، إذا عندنا 9، إذا زائد 9 ضربين قوسين. طبعا هون بدنا نزيد كمان، إذا عندنا هنا ويساوي، إذا زائد الآن خلينا نكمل، هنا بنقدر نطلع عامل مشترك اللي هو عندنا الاثنين، إذا عندنا 2 طلع عامل مشترك 2، بضل عندنا عزيزي الطالب اللي هي ص تربيع زائد اللي هو عندنا 2، إذا عندنا ص، صار الآن هون بدنا نكمل يعني زائد 1. كل هذا ايش بيساوي؟ اللي هو يساوي سالب اللي هو 7. طبعا زدنا هنا اللي هو عندنا قد ايش زدنا؟ اذا زائد 9، وكمان زدنا هون 2 ضرب 1، اذا زائد اللي هو عندنا 2. وبالتالي اذا المعادله اصبحت كالتالي، اذا س ناقص اذا عندنا 3 تربيع، اذا زائد اللي هو عندنا 2 ضرب اذا ص، زائد إذا كمان 1، إذا عندنا تربيع، كل هذا إيش بيساوي؟ 9 ناقص 7 اللي هي يساوي اللي هو عندنا يساوي اللي هو 9 ناقص 11 ناقص 7، إذا عندنا 11 ناقص 7 يساوي اللي هو عندنا 4، إذا يساوي اللي هو عندنا 4. الآن إذا عزيزي الطالب نقسم إذا على 4، إذا بده يصير عندنا هنا س إذا ناقص إذا عندنا 3 إذا تربيع، إذا هذا على 4، هاي على 4، زائد إذا عندنا ص زائد 1، إذا ص إذا زائد 1 برضه تربيع، إذا هون بده يكون إذا على 2، كل هذا يساوي اللي هو عندنا 1، إذا يساوي اللي هو عندنا 1. وبالتالي إذا صار عندنا المركز، إذا المركز يساوي 3 3 وسالب 1، وعندنا قيمة اللي هو طبعا إذا نوعه، إذا نوعه اللي هو إيش نوعه هون عندنا عزيز الطالب بده يكون برضه كمان إذا سيني، وقيمة ألف اللي هي عبارة عن 2، وقيمة باء تساوي اللي هي عبارة عن جذر 2، وبعدها بكمل اللي هو عندنا الباب. هذا بالنسبة اللي هو عندنا ألف باء جيم، إذا عندنا دال، خلينا نوقف صفحة جديدة، إذا عندنا ألف باء جيم اللي هو عندنا هاء الآن، إذا عندنا هاء، إذا هاء بتقول لنا اللي هي عبارة عن بين قوسين 2، إذا عندنا صاد، زائد إذا عندنا 4، إذا كل هذا تربيع، زائد اللي هو عندنا 3 ناقص س، 3 ناقص إذا عندنا س، إذا عندنا تربيع، كل هذا يساوي اللي هو عندنا 64، 64. الأول شيء لازم إذا عندنا نطلع اللي هو عندنا طبعا لازم تكون صاد معاملها إذا عزيز الطالب إذا 1، وبالتالي إذا شو بده يكون عندنا، بطلع عامل مشترك اللي هو عندنا 2، بضل عندنا هنا صاد إذا زائد إذا عندنا 2، طبعا كل هذا بده يكون تربيع، زائد برضو الآن طبعا 3 ناقص س برضو كمان س لازم تكون إذا عندنا بالبداية، بس هون ما دام في تربيع عزيزي الطالب ما في فرق بين 3 ناقص س أو س ناقص 3، يعني طلعنا هنا سالب 1، سالب 1 تربيع بده يروح مع التربيع، وبالتالي إذا هذه بقدر أكتبها مباشرة عبارة عن س ناقص إذا 3 تربيع، كل هذا يساوي اللي هو عندنا 64. أنا بوزع الاثنين هنا، بصير عندنا 4 مضروبة في ص زائد 2، إذا 2 برضه تربيع، إذا زائد اللي هو عندنا س ناقص إذا 3، إذا تربيع، كل هذا بيساوي اللي هو عندنا 64. أنا الآن بقدر أقسم إذا على 64، إذا هنا هاي على 64، وكمان إذا هنا على 64، وهنا على 64، وبالتالي إذا صارت إذا المعادلة كالتالي، اللي هي عبارة عن ص إذا زائد إذا عندنا 2 على إلى على 16، زائد اللي هو عندنا س ناقص إذا 3، إذا على 64، على 64،
كل هذا يساوي اللي هو عندنا واحد. وبالتالي إذا المركز إذا صار عندنا هنا ثلاثة، إذا ثلاثة وسالب إذا عندنا اثنين، والنوع إذا نوعه إذا عندنا نوعه سيني، إذا نوعه اللي هو عندنا سيني سيني. وكمان إذا عندنا قيمة إذا ألف تساوي ثمانية، وقيمة باء إذا تساوي اللي هي عندنا جذر 16 تساوي اللي هو عندنا أربعة، ونطلع الباقي عزيزي الطالب. العناصر الأخرى سهلة جدا. الآن يجي آخر حاجة، إذا آخر شيء، إذا آخر شيء اللي هو عندنا اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو فرع واو. إذا فرع اللي هو عندنا واو، إذا أربع سين تربيع، إذا عندنا أربع سين تربيع زائد ثلاثة صاد تربيع، إذا ثلاثة إذا صاد تربيع يساوي اللي هو عندنا أربعة على ثلاثة، إذا أربعة إذا على ثلاثة. الآن كيف بدي أحل إذا هذا عزيزي الطالب؟ إذا لازم الآن يكون عندنا هنا واحد، بضرب في مقلوب الأربعة على ثلاثة، يعني يصير عندي ثلاثة إذا على أربعة ضرب إذا أربع سين تربيع، أربع سين تربيع زائد برضو ثلاثة إذا على أربعة ضرب إذا ثلاثة إذا صاد تربيع. طبعا كل هذا إذا إيش بيساوي هون عندي؟ يساوي واحد. إذا بيساوي اللي هو عندنا واحد، وبالتالي الأربعة مع الأربعة بتروح، بضل عندنا هنا ثلاثة إذا عندنا سين تربيع إذا زائد اللي هي عندنا تسعة، إذا تسعة على إيش هون عندي؟ تسعة على أربعة إذا صاد تربيع يساوي اللي هو عندنا واحد. يعني بقدر أكتبها اللي هي عندنا عبارة عن إيش هذه؟ ثلاثة إذا سين تربيع، بقدر أختصر هون، زائد إذا على الأربع سين تربيع، لا ما بنقدر نختصر هنا، إذا خلاص طالب ما بنقدر نختصر، يعني ما بتقسم الآن. إذا هاي بقدر أكتبها عبارة عن سين تربيع إذا على اللي هو عندنا قديش هون عندي؟ على واحد إذا على ثلاثة. إذا صارت إذا عندنا هون واحد على ثلاثة، طبعا هاي اللي هي عندنا، وزائد إيش هون عندي؟ كمان نفس العملية اللي هي بتصير عندنا هون صاد تربيع إذا على اللي هي عندي هنا أربعة إذا على تسعة، إذا أربعة إذا على تسعة، إذا أربعة على تسعة، إذا كل هذا يساوي اللي هو عندنا يساوي اللي هو عندنا واحد. وبالتالي إذا الآن كيف بدي أعرف الآن، الآن مين أكبر الآن؟ واحد على ثلاثة ولا أربعة على تسعة عزيزي الطالب؟ واحد المقامات. إذا واحد إذا على ثلاثة، بضرب هاي في ثلاثة وهاي في ثلاثة، إذا بصير عندنا ثلاثة على تسعة، ثلاثة على تسعة أصغر من أربعة على تسعة، وبالتالي بده يكون نوعه، إذا إيش بده يكون نوعه؟ إذا نوعه، إذا نوعه، إذا عزيزي الطالب إيش نوعه؟ إذا يساوي إذا نوعه اللي هو عندنا صادي، إذا نوعه إذا صادي. وقيمة اللي هو وبالتالي إذا قيمة إذا ألف إذا تساوي جذر الأربعة، يعني اثنين على ثلاثة، إذا عندنا إذا هذه ألف تربيع يعني جذرها إذا اثنين إذا على ثلاثة. وكمان إذا عندنا باء اللي هي تساوي واحد إذا على جذر اللي هو عندنا جذر الثلاثة. وبنكمل اللي هو عند الخطوات إذا عندنا الأخرى. هذا عزيزي الطالب بالنسبة اللي هو عندنا سؤال اللي هو رقم اللي هو سؤال رقم إذا عندنا اثنين، سؤال رقم اللي هو عندنا اثنين. ننتقل الآن إلى اللي هو عندنا اللهم صل على سيدنا محمد، سؤال رقم ثلاثة. إذا سؤال رقم ثلاثة يقول لنا جد معادلة القطع الناقص الذي إحدى بؤرتيه مركز الدائرة التي معادلتها. إذا هنا عزيز الطالب لما نكون في عندنا يعني خلينا نقول قطعين، نحاول نفصل. إذا خلينا الآن ننظم إذا إذا هذا السؤال إذا بحاجة. اللهم
إذا هاي عندنا إذا عندنا سؤال رقم 3. إذا هذا السؤال شماله؟ إذا عندنا 3، سؤال 3 هلا بحكي لنا. إذا جد معادلة القطع الناقص الذي إحدى بؤرتيه مركز الدائرة التي معادلتها. إذا عندنا هنا في دائرة، خلينا هاي الآن دائرة، وهنا عندنا إذا هو قطع ناقص، إذا عندنا ناقص دائرة وهون عندنا قطع ناقص. الدائرة معطينا معادلتها اللي هي عبارة عن 2 سين، إذا 2 سين ناقص اللي هي عندنا 6 الكل تربيع، إذا عندنا تربيع، زائد اللي هي عندنا 2 صاد، إذا 2 صاد ناقص إذا 4 برضو تربيع، يساوي قديش هنا؟ يساوي 36. إذا يساوي 36. هلا بدي استخرج منها هذا جد معادلة القطع الناقصة لإحدى مركز الدائرة مشان تصبح اللي هي عندنا شو بدها تكون عندي اللي هي بؤرة القطع الناقص. الآن كيف بدي الآن؟ طبعا هنا عندنا معامل سين لازم يكون، إذا بطلع الاثنين، إذا هنا إذا عامل مشترك بصير عندنا هنا سين ناقص، إذا عندنا 3، طبعا الكل هنا تربيع، إذا عندنا تربيع يعني مباشرة. خلينا الآن نطلع اللي هو عندنا عزيز طالب، إذا بصير عندنا هاي 4، يعني 2 تربيع 4، وهاي بتكون إذا تربيع، ونفس الشيء هاي بتكون إذا عندنا 4، وهنا صاد ناقص 2 تربيع، كل هذا بيساوي 36، بيساوي 6، إذا عندنا يساوي 36. وبالتالي إذا صار عندنا هون لو قسمنا على 4 بصير عندنا سين ناقص 3، إذا سين ناقص 3 تربيع، زائد إذا عندنا صاد ناقص إذا 2 تربيع، كل هذا بيساوي اللي هو عندنا 9. وبالتالي إذا المركز، إذا اللي هو عبارة عن دال وها، إذا دال إذا عندنا وها، وهذه تساوي 3، إذا 3 و2، إذا 3 إذا عندنا و2. وبالتالي إذا صار عندنا إذا هنا شو بحكي لنا؟ إذا عندنا جد معادلة القطع الناقص الذي إحدى بؤرتيه. إذا بؤرة، إذا خلينا نسميه مثلا بؤرة رقم 1، إذا صارت القطع الناقص تساوي اللي هي عندنا 3، إذا 3، إذا عندنا و2. نكمل الآن. وطول محوره الأصغر يساوي طول قطر هذه الدائرة. الآن إذا عندنا نصف القطر هنا، إذا نصف القطر يساوي إذا عزيزي الطالب شو يساوي؟ اللي هو الجذر التربيعي لتسعة، يعني يساوي 3. وبالتالي إذا القطر، إذا يساوي اللي هو 2 ضرب 3، إذا يساوي اللي هو عندنا 6. وبالتالي بقول إن طول محوره الأصغر، يعني إذا عندنا 2b، 2b إذا عزيزي الطالب يساوي إيش يساوي هنا؟ 2b يساوي 6، إذا 2b تساوي 6، يعني قيمة ب تساوي اللي هو عندنا 3، قيمة ب تساوي 3. وكمان معطينا ومعادلة محوره الأصغر، إذا معادلة، إذا عندنا معادلة، إذا عندنا محوره، إذا محوره الأصغر، إذا الأصغر اللي هو إذا هي معادلة محور الأصغر اللي هي سين تساوي قديش عندي؟ سين تساوي سالب 1، إذا سين تساوي اللي هي عندنا سالب إذا 1. هذا عزيزي الطالب الآخر، خلينا نحاول نرسم إذا هذا الرسم، إذا هذا القطع رسمة تقريبية. إذا نرسم ورسمنا رسمة تقريبية إذا لهذا القطع. لو رسمنا رسمة تقريبية يعني هاي عندنا أول إشي إذا عندنا معادلة محور الأصغر يساوي سين تساوي اللي هو عندنا سالب 2. لما نحكي معادلة محور الأصغر سين تساوي سالب 2، يعني بمعنى إنه بده يكون نوع سين يا عزيزي الطالب. إذا بده يكون، لأنه إذا هي بهذا الشكل، هذا سين تساوي اللي هي عندنا سين تساوي سالب 1، إذا سين تساوي سالب 1، إذا سين تساوي اللي هي عندنا سالب، إذا عندنا سين تساوي سالب 1. وكمان معطيني إذا سين تساوي سالب 1، ومعطيني بؤرته، البؤرة خلينا نعين البؤرة، إذا البؤرة
إذا البارة إذا عدد الطالب اللي هي 3 و2، يعني هاي خلينا نقول سالب 1، بعدين هون خلينا نقول 0، إذا 0 بعدين هاي 1، هاي 2، هاي 1 2، خلينا نحكي مثلا هاي 3، إذا هاي 1، إذا هاي عندنا 2، وبالتالي إذا تتكون إذا عندنا إذا بدي يكون إذا عندنا البؤرة تقع وين؟ إذا عندنا على المستقيم، إذا على هذا المستقيم، إذا هاي اللي هي 3 3، إذا عندنا و2، وبالتالي إذا عندنا بدي يكون إذا عندنا المحور الأكبر لازم يمر بالبؤرة، وبالتالي بدي يكون المحور الأصغر الأكبر عفوا بدي يكون إذا بهذه الصورة، وبالتالي إذا هنا إذا هذه إذا بتمثل إذا نقطة تقاطع دائما المحور الأكبر مع المحور الأصغر بتمثل المركز، إذا شو بتمثل عزيز الطالب؟ تمثل المركز، يعني المركز صار عندي هنا سالب 1 وكمان اللي هو عندنا 2، إذا سالب 1 وكمان إذا عندنا 2. إذا عرفنا الآن، إذا عرفنا المركز هون، إذا صار عندنا المركز اللي هو عبارة عن سالب 1 وإيش كمان عندي؟ سالب 1 و2، إذا سالب 1 و2. هلا كمان بظل عندي أعرف اللي هو عندنا الآن البعد بين المركز والبؤرة، إذا هاي صارت عندنا البؤرة مثلا بقول الأولى اللي هو بيمثل عندنا جيم، يعني هون عندنا جيم بقدر كمان أطلعها، إذا جيم تساوي اللي هي 3 ناقص الناقص 1، يعني 3 إذا ناقص الناقص 1، وهذه تساوي اللي هو عندنا 4، إذا جيم إذا تساوي 4. إذا صار عندنا كمان إذا جيم إذا تساوي اللي هو عندنا 4. الآن إذا نقدر الآن نطلع اللي هو عندنا إذا ألف تربيع إذا ناقص إذا عندنا باء تربيع تساوي اللي هو عندنا جيم تربيع، إذا ألف تربيع بدي أبحث عنها، هاي ألف تربيع ناقص إذا باء اللي هي عبارة عن 9، إذا يساوي جيم تربيع اللي هي عندنا كمان إذا عندنا 16، يعني بمعنى انه الف تربيع تساوي اذا عزيز الطالب 25، وبالتالي معادلة الخطأ الناقص اذا قلنا نوعه اذا عبارة عن سيني، يعني اللي بيكون عندنا سين زائد اللي هو عندنا 1، طبعا كل هذا تربيع اذا على اللي هو عندنا الف تربيع اللي هو عندنا على 25 زائد اللي هو عندنا هنا صاد، إذا صاد ناقص إذا عندنا 2 برضه تربيع على باء تربيع باء اللي هي عندنا يعني على 9، كل هذا يساوي اللي هو عندنا 1. هذا الطالب بالنسبة لمعادلة اللي هو عندنا القطع الناقص بالنسبة لسؤال رقم إذا عندنا 3. ننتقل الآن إلى سؤال رقم 4، ننتقل الآن إن شاء الله إلى سؤال إذا عندنا رقم 4. هذا السؤال رقم 4 بيقول لنا جد معادلة الخطأ الناقص الذي مركزه النقطة 1 و1. إذا عندنا المركز، إذا عندنا اللي هو 1 كمان 1. طيب كويس، شو كمان يقول لنا؟ وإحدى بؤرتيه هي بؤرة القطع المكافئ. أيوه، إذا برضه كمان إذا صار عندنا هنا في إذا عزيز الطالب في قطعين، إذا خلينا نفصل نشتغل كل قطع لحال مشان ما نتخربط بين القطعين، وبالتالي إذا هذا مشان إذا تنظيم إذا بين القطوع اللي هو عن المخروطية بشتغل إذا نفصلهم. إذا هاي عندنا إذا عزيز الطالب، إذا هنا إذا عندنا إذا عندنا هنا القطع الأول معطينا إياه القطع اللي هو معادلة القطع الناقص، إذا هذا خلينا نسميه إذا قطع ناقص، إذا قطع إذا عندنا ناقص، إذا قطع ناقص، وهون هو كمان معطيني معادلة القطع الناقص الذي مركزه، إذا عندنا معطينا المركز هون مركزه اللي هو 1 و1، إذا 1، إذا عندنا 1 و1، إذا نمسح هاي خلاص،
الآن عندنا المركز واحد واحد وإحدى بؤرتيه، إحدى بؤرتيه هي بؤرة القطع المكافئ. إذا هنا هاي مكافئ، هذا اللي هي عندنا راح نشتغل على المكافئ الآن. إذا هذا قطع مكافئ. اللي الآن معادلته اللي هي عندنا صاد، إذا عندنا صاد إذا ناقص واحد، إذا عندنا تربيع إذا يساوي، عفوا هنا ناقص، إذا ناقص 12 إذا عندنا ناقص 12 إذا عندنا س، ناقص 12 س يساوي صفر، إذا يساوي اللي هو عندنا صفر. يعني بقدر أكتب هالمعادلة بهاي الصورة، ص ناقص هذا معادلة القطع المكافئ، إذا تربيع إذا يساوي اللي هو عندنا 12، إذا عندنا 12 إذا ضرب اللي هو عندنا س ناقص، طبعا هنا ناقص صفر. هلا إذا هذا القطع المكافئ، طبعا الآن ما دام صاد ومعامل اللي هو عندنا معامل اللي هو عندنا هنا إذا موجب، وبالتالي بده يكون إذا سيني، إذا بده يكون إذا نوعه إذا عندنا سيني، وبالتالي إذا بده يكون مركزه، بدي أرسم رسمة تقريبية، يعني تقريبا إذا هاي بده يكون إذا صفر، وهاي بده يكون إذا صفر وواحد، إذا صفر إذا عندنا واحد، إذا صفر وواحد، يعني بده يكون إذا عندنا الرأس بده يكون هيك بهذا الشكل. إذا عزيز الطالب بده يكون هذا اللي هو، إذا الرأس اللي هو عبارة عن صفر، وإيش كمان إذا عندنا صفر وواحد، والآن إذا بدي أطلع اللي هو عندنا البؤرة، إذا البؤرة حتى أطلع البؤرة لازم أطلع جيم. إذا عندنا أربعة جيم تساوي 12، يعني جيم بديش تساوي عزيز الطالب، إذا جيم تساوي اللي هي عندنا 3، وبالتالي إذا بصير إذا عندنا بؤرته إذا بدي المتحرك اللي هو السينات، إذا تصير عندنا 3 وواحد، إذا 3 إذا عندنا واحد. إذا جد معادلة قطع الناقص الذي مركزه واحد وواحد وإحدى بؤرتيه هي بؤرة القطع المكافئ. إذا هنا صار عندنا هنا البؤرة برضه بؤرته اللي هي 3، إذا هي بؤرتي إذا مركز واحد واحد وإحدى بؤرتي هي بؤرة برضه، إذا بؤرتين يعني نفس المستويات، إذا 3 إذا بؤرته 3 إذا عندنا كمان واحد. شو كمان معطينا معلومة، طول محوره الأصغر يساوي 10، إذا يعني إذا 2 باء، إذا عزيز الطالب شو معطينا إياه، تساوي اللي هو عندنا 10، يعني هون مباشرة قيمة باء تساوي اللي هي عندنا تساوي 5. إذا الآن هاي اللي هو العناصر، إذا بدنا نوجد معادلة إذا القطع اللي هو عندنا معادلة القطع الناقص. إذا عزيز الطالب خلينا نرسم هيك رسمة تقريبية. إذا عندنا المركز، إذا المركز اللي هو عبارة، إذا المركز عبارة عن واحد وواحد، إذا واحد وواحد، والبؤرة إذا 3 وواحد، إذا متغير هنا إذا عزيز الطالب اللي هو الأحداث السيني، إذا أحداثي إذا عندنا السيني، وبالتالي إذا البؤرة اللي هي 3، إذا عندنا 3 وواحد، وبالتالي إذا هذه بتمثل المحور الأكبر، وبالتالي إذا عندنا المحور الأصغر راح يكون عندنا موازي لمحور الصادات. هذا بالنسبة الآن، وبالتالي نقدر نطلع اللي هو قيمة الآن قيمة جيم اللي هي عبارة عن 3 ناقص 1 وتساوي اللي هي عندنا 2، وبالتالي كمان إذا عندنا في علاقة تربط قلنا بيناتهم ألف تربيع ناقص باء تربيع تساوي عندنا جيم تربيع. الألف تربيع اللي هي عبارة عن إيش، هون عندنا بدنا نوجدها مش موجودة، إذا ألف تربيع، الباء اللي هي معطينا إياها اللي هي عندنا إذا سالب إذا 25، إذا ويساوي جيم تربيع اللي هو عندنا 4، يعني بمعنى إنه ألف تربيع إذا تساوي 29، ألف تربيع تساوي 29. طبعا نوعه إذا إيش النوع هنا، إذا نوعه إذا راح يكون إذا عندنا عزيز الطالب إذا سيني، ما دام سيني وبالتالي معادلته بدها تكون عندنا سين إذا ناقص واحد، إذا عندنا تربيع، إذا على ألف تربيع اللي هو عبارة عن 29 زائد اللي هو عندنا صاد برضه كمان ناقص واحد إذا تربيع، إذا على
إذا قيمة باء اللي هي عندنا قديش قيمة باء؟ إذا 25، إذا كل هذا يساوي اللي هو طبعا 1، إذا يساوي اللي هو عندنا راح. هذه إذا عزيزي الطالب اللي هي معادلة القطع الناقص حسب المواصفات اللي معطيني إياها بالنسبة للسؤال رقم اللي هو عندنا رقم 4. خلينا ننتقل الآن إلى السؤال، إذا عندنا رقم 5، إذا عندنا السؤال، إذا عندنا رقم 5، شو بحكينا سؤال 5؟ إذا قطع، إذا اللي هو عندنا ناقص، إذا عندنا سؤال 5 بيقول لنا قطع ناقص بؤرتا، إذا عندنا البؤرتين، إذا باء 1 اللي هي عبارة عن 4 و0، هاي 4 و0، والبؤرة الأخرى اللي هي باء 2 اللي هي عبارة عن -4 و0. إذا سالب، إذا عندنا 4 و0، والنقطة نون إذا تقع على منحنى القطع حيث أنه محيط المثلث، إذا نون باء 2 يساوي 24. يعني الآن عندنا بدي أرسم رسمة تقريبية، إذا عزيز الطالب، إذا عندنا المتغير اللي هو الأحداث السيني، يعني راح يكون نوع سيني، يعني هاي مثلا البؤرة اللي هي عندنا باء 1 اللي هي أحداثياتها 4 و0، وكمان البؤرة الثانية اللي هي -4، إذا عندنا 0، وهذول بده يكون إذا عندنا الرأسين تقريبا، وهذا بده يكون إذا هنا اللي هو عند المحور الأصغر، يعني بده تكون إذا عندي بهذه الصورة تقريبا اللي هو عندنا القطع. هلا بحكي لنا في عندنا نقطة هون، إذا هاي النقطة، النقطة وين واقعة؟ إذا عزيز الطالب، إذا على اللي هي عندنا على منحنى، شو هي أحداثياتها؟ اللي هي عبارة عن س فاصلة، إذا عندنا ص. هلا بقول إنه محيط المثلث نون باء 1، إذا باء 2، يعني هذا المثلث، إذا هذا المثلث، هذا محيطه، إذا إيش يساوي هون عندي؟ إذا هذا المثلث، إذا محيطه يساوي 24، إذا محيط يساوي له 24. أنا إذا بدي أوجد إذا علاقة، إذا عزيز الطالب، إذا تربط إذا بين، إذا بين، إذا هذه اللي هي عندنا طبعا هنا نقدر نوجد إذا بين باء 1 وباء 1، وهاي عندنا باء اللي هي عندنا باء 2. إذا شو بنقدر نوجد الآن هنا؟ إذا نقدر نوجد اللي هو عندنا إذا طول، إذا هذه إذا طول، إذا هذه القطعة المستقيمة اللي هو المحيط اللي هي تعطيني 4 ناقص الناقص، يعني صار عندنا المحيط، إذا عندنا عبارة عن 8، هاي 8. طبعا الآن حسب تعريف القطع المسافة، إذا الآن المسافة، مجموع المسافة إذا بين، إذا عندنا النقطة المتحركة والبؤرتين بده يعطيني دائما 2 ألف، يعني هون 2 ألف، كل هذا شو بده يعطيني؟ يساوي 24. الآن لو نقلنا 8 للجهة الثانية، إذا بصير عندنا إذا 2 ألف يساوي 16، يعني قيمة ألف قديش تساوي عزيز الطالب؟ إذا قيمة ألف كمان تساوي قديش عندنا؟ تساوي 8. إذا قيمة ألف تساوي اللي هو عندنا 8. وطبعا قيمة الآن هنا عندنا 2 جيم، إذا عندنا 2، إذا عندنا جيم تساوي برضو كمان 8، يعني جيم قديش تساوي هنا؟ إذا جيم تساوي اللي هو عندنا 4. إذا جيم اللي هي عندنا تساوي اللي هي عندنا 4، وبالتالي بقدر الآن أوجد اللي هي العلاقة ألف تربيع ناقص باء تربيع تساوي اللي هو عندنا جيم تربيع، يعني 64 ألف تربيع اللي هي 64 ناقص إذا باء تربيع تساوي اللي هي عندنا 16. الآن 64 ناقص إذا 16 يساوي باء تربيع، يعني باء تربيع إذا عزيز الطالب يساوي 48، إذا يساوي 48. وبالتالي إذا الآن نقدر نوجد، إذا نقدر نوجد الآن إذا معادلة، إذا معادلة القطع اللي هو عندنا الناقص اللي هو عبارة عن سين تربيع، إذا عندنا طبعا هنا المركز اللي هو عبارة عن 0 و0 عزيز الطالب، إذا صار عندنا هنا سين تربيع ما دام إنه قال إذا على ألف تربيع، ألف تربيع اللي هو عندنا 64 زائد إذا عندنا ص تربيع إذا على إذا 48، كل هذا يساوي اللي هو عندنا 1. هذه معادلة اللي هو عندنا
القطع الناقص اللي معطينا إيه مواصفة أفعاليزي. طيب هلا سؤال، إذا عندنا سؤال رقم 6، إذا سؤال رقم 6 الآن يعني سؤال 6 سهل جدا، إنه يقول لنا تتحرك نقطة إذا حصل معادلتين، إذا عندنا هنا س إذا تساوي س تساوي 5 زائد 3، إذا عندنا ج بالزاوية ها، وكمان معطيني صاد يساوي اللي هو عبارة عن 2 زائد إذا 2 جتا الزاوية اللي هي عندنا ها. الآن حيث جاودي إذا اتحرك على منحنى قطع ناقص، الآن بدي أبين إنه هذه عبارة عن معادلة، إذا تتحرك إذا هذه النقطة على منحنى قطع ناقص، بدي أوجد كمان البعد البؤري. طبعا هون شو بدنا نعمل إذا ناقص طالب؟ إذا عندنا الحل، بدي أكتب الآن الجيب والجتا بدلالة اللي هو عندنا السين وصاد، يعني هون عندنا الجيب إذا جيب الزاوية إذا عندنا هاء يساوي إذا س ناقص إذا 5، إذا على إيش هون عندي؟ على 3، وجت الزاوية ها، إذا جت الزاوية ها بنفس الطريقة اللي هو عبارة عن ص ناقص 2، ص ناقص 2، إذا على اللي هو عندنا 2. هلا في عندنا علاقة اللي كلنا بنعرف العلاقة الأم، جيب تربيع الزاوية زائد إذا عندنا جت تربيع الزاوية، إذا كل هذا بده يساوي إذا عندنا 1، لو عوضنا الآن بده يصير عندنا هنا س ناقص إذا عندنا 5 تربيع، إذا على قديش هون عندي؟ على 9، زائد برضه نفس العملية ص إذا ناقص إذا 2 تربيع إذا على 4، كل هذا إذا بده يساوي 1، وهاي بتمثل معادلة إذا اللي هي عندنا معادلة قطع، إذا معادلة إذا معادلة إذا القطع اللي هو عندنا ناقص، معادلة قطع اللي هو عندنا ناقص. إذا هذه المعادلة، إذا الآن طالب منها البعد البؤري، البعد البؤري، إذا البعد البؤري، البعد البؤري اللي هو عبارة عن 2 جيم، إذا معطين إذا هون بده يكون إذا ألف ألف تربيع ناقص باء تربيع يساوي جيم تربيع. يعني هنا 9 ألف تربيع اللي هي عندنا 81، 81 إذا ناقص إذا عندنا 16 يساوي اللي هو عندنا جيم إذا عندنا تربيع. ألف تربيع، لا هنا عفوا لا حول ولا قوة، استعجلنا. إذا هنا إذا عزيز الطالب، إذا هنا عندنا إذا ألف تربيع ناقص باء تربيع كلها ألف تربيع، يعني 9 ناقص 4 يساوي اللي هو عندنا جيم تربيع، يعني جيم تربيع إذا عزيز الطالب تساوي جذر التربيع إلى مين؟ للخمسة، طبعا القيمة السالبة تهمل. جيم تساوي جذر التربيع إلى مين؟ للخمسة، وبالتالي إذا البعد البؤري، إذا البعد إذا عندنا البؤري اللي هو يساوي اللي هو عندنا إيش يساوي؟ 2 جيم، يعني ويساوي 2 جذر اللي هو عندنا 5. هذا بالنسبة للسؤال اللي هو عندنا 6. على السؤال رقم 7، سؤال اللي هو عندنا سؤال رقم إذا عندنا 7، بحكينا سؤال رقم 7، إذا القطع ناقص مساحته إذا تساوي إذا 40 وحدة ورأسها نقطتان جد معادلته. إذا معطيني إذا قطع ناقص، إذا معطيني مساحة قطع الناقص، قطع إذا الناقص، إذا قديش معطيني مساحة قطع الناقص؟ تساوي اللي هو 40 باي، إذا 40 إذا عندنا باي وحدة مربعة، معطيني كمان الرأساه، إذا راء واحد اللي هي عبارة عن زائد أو ناقص 8 وعندنا الصفر. هلا الآن طبعا نعرف اذا عزيز الطالب في علاقه بدنا من خلالها نوجد اللي هي عندنا مساحه القطع الناقص اللي هي عندنا اذا الف ضرب باء، اذا الف ضرب باء ضرب باي، اذا كل هذا اذا يساوي اللي هو عندنا 40، اذا عندنا باي. الباي الآن مع ال إذا هاي الباي، إذا مع الباي إذا عندنا بتروح، بظل عندنا كمان نقدر نطلع قيمة ألف هنا، إذا ألف تساوي
اللي هي تساوي ألف تساوي طبعا هنا ثمانية، اللي هي عندنا 16 على 2 إذا ويساوي 8، إذا بصير عندنا هنا 8، إذا 8 ضرب إذا عندنا ب تساوي 40، وبالتالي ب تساوي اللي هي عندنا كمان تساوي 5، إذا ب تساوي اللي هي عندنا 5. ظل عندنا الآن نوجد قيمة ج، إذا عندنا ألف تربيع ناقص إذا عندنا ب تربيع تساوي اللي هي عندنا ج تربيع، يتضمن ذلك ألف اللي هي عبارة عن 64، إذا ناقص إذا 25، إذا 64 إذا ناقص 25. وإيش بده هو السؤال إذا عزيزي الطالب؟ إذا بده إذا ألف، إذا ما في داعي نطلع قيمة ج هنا، إذا بده المعادلة، إذا ما في داعي نطلع قيمة ج، إذا كل هذا بس فقط بده المعادلة. وبالتالي إذا هنا طبعا نوع، إذا النوع بده يكون إذا تغير سيني، إذا سيني يعني بده يكون إذا هنا سين ناقص برضه كمان المركز، هنا المركز بده يكون صفر وصفر عزيزي الطالب، وبالتالي إذا سين تربيع إذا على 64 زائد إذا ص تربيع إذا على اللي هي 25، كل هذا بيساوي اللي هو عندنا 1. هذا بالنسبة للي هو عندنا للي هو عندنا سؤال رقم 7. السؤال رقم 8، إذا السؤال رقم 8 إذا بحكي لنا جد طول نصف قطر الدائرة التي مساحتها تساوي مساحة قطع الناقص، إذا عندنا معطينا معادلة اللي هو قطع ناقص اللي هي عبارة عن س تربيع على إيش هون عندي؟ على 81 وزائد اللي هي ص تربيع إذا على 16، إذا كل هذا بيساوي اللي هو عندنا 1. جد طول نصف قطر الدائرة التي مساحتها تساوي مساحة اللي هو عندنا مساحة، إذا هنا المساحتين بدهم يكونوا متساويتين، إذا مساحتين إذا عزيزي الطالب يكونوا مساحتين، يعني مساحة القطع الناقص تساوي مساحة الدائرة. هلا مساحة القطع الناقص إذا نقدر نوجدها اللي هي عبارة عن قلنا ألف إذا ضرب إذا عندنا باء ضرب اللي هو عندنا ضرب باي، إذا ضرب اللي هو عندنا باي، إذا جد طول نصف قطر الدائرة. إذا كل هذا إذا إيش يساوي؟ اللي هو عبارة عن باي مو قاف إذا عندنا تربيع اللي هو مساحة الدائرة. هلا الآن الألف اللي هي عبارة عن جذر التربيع ل 81 يعني عبارة عن 9، إذا 9 ضرب اللي هو عندنا 4، إذا 9 في 4 ضرب اللي هو عندنا باي، إذا ضرب باي والباي إذا هنا مع الباي إذا بتروح، إذا كل هذا إيش يساوي؟ إذا هنا الباي مع الباي إذا بتروح بصير عندنا، إذا قلنا ألف اللي هي عبارة عن 9 إذا ضرب اللي هو عندنا الأربعة اللي هي جاءنا نهاية بتمثل ألف تربيع عزيز الطالب، إذا وتساوي نون قاف إذا عندنا تربيع، يعني نون قاف تربيع تساوي اللي هو عندنا 36، يعني نصف القطر إذا ويساوي اللي هو عندنا 6. إذا هذا بالنسبة للسؤال إذا رقم إذا عندنا 8. هذا في عندنا سؤال رقم إذا سؤال رقم 9 إذا عزيز الطالب، أرجو كمان سؤال رقم إذا عندنا 9. هذا سؤال 9 بيقول لنا إذا سؤال اللي هو عندنا سؤال رقم 8 حليناه، سؤال رقم 9. إذا سؤال 9 إذا عندنا معطينا رسمة اللي هو عندنا الدائرة، إذا معطينا رسمة، إذا رسمة تقريبية نرسمها، إذا هاي عندنا رسمة، إذا يعني خلينا نحكي مثلا تقريبا إذا بها هاي رسمة الدائرة، إذا هاي عندنا رسمة الدائرة، إذا زبطتها شوي، إذا هاي إذا شيء. وبالتالي الآن نقدر الآن هنا يعني هيك بهذه الصورة اللي هي عندنا رسمي،
تقريبا عجوز الطالع. أنا الآن أحداثيات اللي هي معطيني إياها هنا، إذا أحداثيات، إذا هذه النقطة، إذا أحداثيات، إذا هذه النقطة اللي هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن 0 و10، إذا 0 و10، وهون اللي هي 0 وسالب 10، إذا 0، إذا عندنا سالب 10. أنا كمان إذا شو محاط فيها إذا عند الطالب اللي هو محاط فيها اللي هو عندنا كمان اللي هو عبارة عن قطع ناقص، يعني هيك بهذا الشكل. إذا في عندنا قطع، إذا عندنا قطع تقريبا، إذا هاي إذا عندنا رسمة لقطع اللي هو عندنا ناقص، إذا قطع اللي هو عندنا ناقص. خلينا نقرأ السؤال. إذا يمثل الشكل اللي هو رسمناه إذا عزيز الطالب اللي هو عندنا رسمة تقريبية طبعا، دائرة وقطع ناقص مشتركين في المركز. إذا عندنا مركزهم الاثنين، إذا المركز اللي هو عبارة عن إيش؟ هو عندنا 0 و0 إذا عزيز الطالب، إذا 0 و0. إذا كانت مساحة القطع الناقص تساوي تساوي مثلي مساحة الدائرة المرسومة الداخلة، فجد كل من الاختلاف المركزي للقطع اللي هو عندنا، إذا عندنا للقطع الناقص. هلا إذا قال لنا إنه مساحة، إذا هنا إذا عندنا مساحة، إذا عندنا مساحة القطع الناقص، إذا القطع، إذا عندنا القطع، إذا الناقص، مساحة القطع الناقص تساوي اللي هو مثلي، يعني ضعف، إذا 2 ضرب يعني مساحة الدائرة، ضرب اللي هي مساحة اللي هو عندنا الدائرة. أما مساحة القطع الناقص، إذا مساحة القطع الناقص، إذا عزيز الطالب اللي هي عندنا مساحة، إذا عندنا القطع الناقص اللي هي أخذناها اللي هي عبارة عن ألف ضرب، إذا عندنا باء ضرب اللي هو عندنا النسبة التقريبية اللي هي الباي، وتساوي اللي هي عبارة عن 2 برضو كمان باي مضروبة في نون قاف، إذا عندنا تربيع نون قاف، إذا عندنا تربيع. هلا الآن إذا عندنا قيمة باء، إذا من خلال الرسمة، إذا قيمة باء طبعا هون بتمثل إذا عزيز الطالب بالنسبة للقطع الناقص اللي هي تمثل طول المحور الأصغر، إذا تمثل من خلال الرسمة، إذا تمثل طول المحور الأصغر، يعني قيمة باء إذا هنا هاي عندنا ألف، إذا عندنا قيمة اللي هو عندنا قيمة ألف مش معروف الآن، إذا ضرب اللي هو الآن قيمة ألف ضرب اللي هو عندنا قيمة باء اللي هي قديش قيمة باء؟ إذا 2 باء تساوي 20، يعني باء تساوي 10، إذا ألف ضرب 10، وهون الباي مع الباي إذا بتروح. إذا ونصف القطر قديش يساوي؟ هو نصف القطر يساوي عزيز الطالب يساوي 2 ضرب اللي هو نصف القطر اللي هو عبارة عن 10، نصف القطر 10، وبالتالي إذا نوقف تربيع بده يكون إذا هنا إذا ضرب 100، إذا ضرب اللي هو عندنا نصف القطر إذا تربيع إذا يساوي 100، وبالتالي إذا عندنا صار عندنا ألف تساوي 2 ضرب 100، 2 ضرب 100 إذا على 10، وهذا إذا نقدر نختصر إذا ويساوي اللي هو عندنا 20. إذا قيمة ألف، إذا قيمة ألف، إذا قديش تساوي إذا أول قيمة؟ إذا ألف تساوي اللي هي عندنا عزيز الطالب تساوي اللي هو عندنا 20. إحنا بدنا معادلة اللي هو عندنا نطلع إذا معادلة القطع اللي هو عندنا القطع الناقص، إذا قيمة ألف وقيمة باء كمان، إذا قيمة باء اللي هي طلعناها اللي هي من خلال قلنا الشكل، إذا قيمة باء اللي هي تساوي اللي هي عندنا عبارة عن 10، إذا قيمة باء تساوي اللي هو عندنا 10، وما دام كمان بحاجة إلى الاختلاف المركزي خلينا نطلع اللي هو عندنا جيم. هلا جيم اللي هي عندنا زي ما بنعرف إذا عندنا حتى نطلع جيم، إذا عندنا ألف تربيع، ألف تربيع ناقص إذا باء تربيع تساوي اللي هو عندنا جيم تربيع، طبعا يتضمن ذلك ألف تربيع اللي هي يعني 400، يعني 400 ناقص باء تربيع اللي هي عندنا 100، كل هذا يساوي اللي هو عندنا جيم تربيع، يعني جيم تربيع إذا تساوي
إذا عندنا 300، وهذه كيف بقدر أكتب؟ يعني جيم تساوي اللي هو جد يعني عبارة عن 100، إذا ضرب اللي هو عندنا 3، وتساوي اللي هي 10، إذا جذر اللي هو عندنا الثلاثة، هاي اللي هي عندنا قيمة، إذا قيمة جيم، إذا قيمة اللي هو عندنا جيم. وبالتالي إذا المعادلة الآن، المعادلة طبعا إذا هنا النوع اللي هو سيني، إذا وبالتالي بتصير عندنا هنا طبعا والمركز 0 0، يعني مباشرة إذا بتكون إذا سين تربيع على ألف تربيع اللي هو عندنا قديش عندنا اللي هو عندنا على 400، إذا على 400 زائد اللي هي عندنا صاد تربيع، إذا على باء تربيع، باء اللي هي 100، إذا 100، إذا كل هذا اللي هو بيساوي 1. هاي اللي هو عندنا بالنسبة اللي هو عندنا معادلة هاي اللي هي فرع باء، اللي هي معادلة القطاع الناقص. هذا بده الاختلاف المركزي، إذا عندنا فرع ألف الاختلاف المركزي، الاختلاف المركزي دائما برمزوا له بالرمز ها، اللي هو عبارة عن إذا عبارة عن جيم، إذا قلنا على ألف، إذا جيم طلعناها اللي هي عبارة عن 10، إذا جذر إذا عندنا 3، إذا على ألف، ألف اللي هي عبارة عن قديش هون عندنا، إذا على 20، وبالتالي إذا تساوي جذر 3 إذا على 2، هذا الاختلاف إذا عندنا المركزي. هذا عزيزي الطالب بالنسبة للسؤال اللي هو عندنا رقم 9، سؤال رقم اللي هو عندنا 9. هذا ظل عندنا السؤال رقم 10، اللهم صل على سيدنا محمد. سؤال رقم 10 يقول لنا بدنا نثبت الآن إن إذا معادلة القطع الناقص، إذا س ناقص لام تربيع إلى آخره، أثبت أن إذا نثبت الآن إنه باء تربيع، إذا باء تربيع تساوي اللي هو عبارة عن ألف تربيع، ألف تربيع ضرب 1 ناقص اللي هي عندنا هاء، إذا عندنا هاء تربيع. طبعا هاء اللي هي الاختلاف، حيث هاء اللي هي عبارة عن إيش هنا عندنا عزيز طالب؟ الاختلاف المركزي، الاختلاف إذا عندنا المركزي. هل الآن في عندنا علاقة بتربط إذا بين إذا بين إذا هذه المتغيرات؟ إذا عندنا ألف تربيع ناقص إذا عندنا باء تربيع تساوي اللي هو عبارة عن جيم إذا تربيع، عن جيم تربيع. هلا جيم إذا ها إذا إذا عندنا ها تساوي إذا جيم إذا على إيش هون عندي؟ جيم على ألف. إذا جيم إذا عندنا على إذا جيم على ألف، بمعنى إنه هون عزيز الطالب إنه جيم تساوي اللي هو عبارة عن ألف، إذا ألف ها. هلا الآن لو حطينا بالمعادلة هذه، إذا صار عندنا ألف تربيع ناقص باء تربيع إذا يساوي اللي هو عبارة عن ألف تربيع اللي هو عندنا هاء تربيع. هلا لو نقلنا اللي هو سالب باء تربيع للجهة هذه، وهذه نقلناها للجهة الأخرى، إذا بصير عندنا هنا ألف تربيع، إذا عندنا ألف تربيع، إذا ناقص ألف تربيع، إذا هاء تربيع، إذا كل هذا بده يساوي اللي هو عندنا هاء تربيع. نطلع عامل مشترك اللي هو ألف تربيع، إذا بضل عندنا هنا 1 ناقص إذا هاء تربيع، زين جبنا هاء تربيع، 1 ناقص هاء تربيع يساوي هذا باء تربيع، إذا هذا إذا تساوي باء، إذا عندنا تربيع ويساوي اللي هو عندنا باء، إذا عندنا تربيع. باء تربيع وهو المطلوب. إذا عندنا اللي هي نفس يعني هاي يتضمن ذلك إنه باء تربيع إذا تساوي إذا ألف تربيع ضرب 1 ناقص إذا هاء تربيع. هذا عزيزي الطالب بالنسبة لي اللي هو عندنا بالنسبة إلى الآن آخر سؤال اللي هو سؤال رقم 11. إذا سؤال 11 عزيزي الطالب بحكي لنا إذا يدور قمر حول الأرض في مدار على شكل قطع أو على شكل قطع ناقص، أنا خلينا نرسم رسمة تقريبية، رسمة تقريبية اللي هاي عندنا عندنا بهذه الصورة، إذا هاي عندنا قطع ناقص، هاي عندنا
إذا قلنا إذا هنا في عندنا اللي هو القمر، إذا هنا في عندنا اللي هو إيش عندي هنا الأرض عفوا، إذا هذه الأرض، هاي الأرض، وعندنا كمان هنا في اللي هو عندنا هذا اللي هو القمر، القمر، وهنا معطيني المسافة من هنا، من هاي من هون حتى نصل إلى هاي المنطقة اللي هي تساوي سمينا إياها ميم، والمسافة إذا هذا نوع ثاني لو أخذنا، إذا هذه المسافة اللي هي تساوي اللي هي عندنا إيش تساوي هنا اللي هي عبارة عن نون، إذا تساوي اللي هي عندنا نون. هلا شو بحكي لي، يدور القمر حول الأرض على مدار حيث تقع الأرض في إحدى بؤرتي. إذا كانت المسافة بين الأرض تساوي ميم وأقصى مسافة، إذا بدنا نثبت الآن أهم شيء إذا عندي طالب بدنا نثبت إن إذا ها بدنا نثبت إنه ها تساوي إذا بدنا نثبت إنه ها إذا تساوي عبارة عن ميم ناقص نون، ميم ناقص نون إذا على اللي هي ميم زائد نون، على ميم زائد اللي هو عندنا نون. أنا كيف بدي أثبت إذا هذا، إذا هذا الكلام عزيزي الطالب؟ من خلال الرسم، إذا بنلاحظ إذا عزيزي الطالب إذا عندنا قيمة ميم، إذا قيمة ميم، إذا ميم بقدر أكتبها عبارة عن هاي من هنا إلى هنا عبارة عن ألف، إذا هاي عبارة عن ألف زائد إيش هو عندي؟ كمان المسافة من المركز إلى اللي هو عندنا هاي تمثل بؤرة اللي هي عبارة عن جيم. هذه بقدر أسميها معادلة اللي هي معادلة رقم واحد، إذا بقدر أسميها معادلة رقم واحد. الآن كمان نفس العملية، الآن إذا عندنا قيمة نون، ماذا تساوي قيمة نون؟ اللي هي عبارة المسافة كاملة اللي هي عبارة عن ألف ناقص إذا عندنا إذا ناقص إذا ناقص جيم، إذا ناقص إذا جيم، وهذه معادلة رقم، إذا بقدر أسميها معادلة رقم اثنين. أنا الآن بدي الآن أوجد اللي هو عندنا الاختلاف المركزي اللي هو عندنا ها ماذا تساوي اللي هو عبارة عن جيم، إذا عندنا على إيش عندي جيم، إذا على إذا عندنا على ألف، إذا بدي أوجد جيم وبدي أوجد. الآن لو جمعنا المعادلتين إذا عزيزي الطالب، إذا لو جمعنا المعادلتين إذا شو بده يصير عندي هنا، إذا ميم زائد نون، ميم زائد نون يساوي اثنين ألف، يعني هنا يتضمن ذلك ألف شو تساوي؟ ميم زائد نون تقسيم اثنين. هذه أول معادلة. الآن هذه لو سميتها معادلة، إذا هذه معادلة رقم، مثلا معادلة رقم واحد. هلا الآن المعادلة، الآن بدي أحاول ألغي اللي هو عندنا الجيم، بدي ألغي اللي هو عندنا عفوا، بدي ألغي الآن، الآن شو عملنا هون جمعنا، الآن لو طرحناهم يعني برضه بصير، إذا عندنا هنا ميم ناقص نون، يعني ميم ناقص نون وألف ناقص ألف بتروح، وعندنا جيم ناقص الناقص جيم، إذا بده يعطيني إذا يساوي اللي هو عندنا اثنين، إذا عندنا جيم، يعني اثنين جيم، يعني بمعنى إنه جيم عزيز الطالب تساوي ميم ناقص نون إذا على اثنين. هذه كمان معادلة لو سميتها معادلة رقم اثنين. إذا برد إذا مرة ثانية، إذا جمعنا المعادلتين طلع عندي اثنين ألف، يعني الآن طرحنا المعادلة واحد من اثنين، يعني ألف ميم ناقص نون، ألف ناقص ألف بتروح، وجيم ناقص الناقص جيم بتعطينا اثنين جيم. وبالتالي إذا الآن بقدر إذا ها اللي هو الاختلاف المركزي اللي هو عبارة عن ميم ناقص نون إذا على اثنين مقسوم على إيش هو عزيز الطالب؟ على ميم زائد إذا عندنا نون برضه كمان على اثنين. وهذا ايش بيساوي؟ عبارة عن ميم ناقص نون اذا على ميم زائد نون، ميم زائد اللي هو عندنا نون، وهذا هو المطلوب مننا اثباته اذا عزيزي الطالب. والى لقاء اخر بمشيئة الله تعالى.